بيبدأ المسلسل سنة 1998 بطالب مشاغب اسمه عثمان وهو داخل المدرسة، وبيكون عثمان بياخد فلوس من الطلاب في مقابل ان هو يحللهم الواجبات بتاعتهم، ولكن مدير المدرسة اللي اسمه نجدت بيعرف اللي هو بيعمله وبيفضل يزعق له، فبيقول لعثمان ان اللي هو بيعمله ده لمصلحة الكل لان في النهاية كلهم مستفيدين. فالمدير بيتضايق من بجاحته وبيطلب منه يمشي من قدامه. وفي نفس الوقت بنتعرف على طالب اسمه كريم وبيكون بيلعب كرة، ولكن المدرب بيخرجه من الماتش لان هو وقع زميله وهو بيلعب، وفجأة كريم بيتعصب وبيهجم على المدرب وبيفضل يضربه بشكل قاسي، وطبعا المدير بيستبعده من الفريق. وبنرجع تاني للمدير وهو بياخد جولة في فصول المدرسة، وبيدخل فصل من الفصول وبيشوف شاب اسمه طارق، وبيكون طارق بيعمل علاقة مع بنت اسمها ايدا، فبيتعصب المدير على طارق وبيأمره يطلع برا المدرسة. وبعدها بنشوف طالب اسمه سنان وهو داخل الحصة متأخر كالعادة، وبتفضل المدرسة تزعقله لكنه ما بيهتمش بكلامها. وبعدها مدير المدرسة بيجمع كل الطلاب وبيقول لهم ان في مدرسة تانية هتيجي تزورهم النهاردة علشان هيعملوا مناظرة بين طلاب المدرستين. وبنعرف ان عثمان وكريم وسنان وايدا شلة واحدة، ومعروف عنهم ان هم مشاغبين وبتوع مشاكل. واثناء المناظرة بتدخل ايدا لغرفة الاضاءة وبتبدأ تشغل الاضاءة بطريقة عشوائية علشان تبوظ المناظرة، وفجأة مدير المدرسة بيدخل عليها وبيفضل يزعق لها، فبتطلب منه ما يزعلش منها لان هي كانت بتعمل كده لغرض المتعة. فالمدير بيأمرها تقعد وسط الجمهور وبيقول لها ان هو هيحاسبها بعدين، ولكن ايدا ما بتسكتش برضه، ولما بتنزل تقعد وسط الجمهور بتعمل مقلب من مقالبها وبتخلي كل الطلاب يضربوا في بعض، وفجأة بيحصل حريق في المسرح، وطبعا المدرسين ما بيكونوش قادرين يسيطروا على الوضع. وبعد انتهاء المناظرة بيتصل المفتش على المدير نجدت وبيقول له ان مدرسته هتكون مستبعدة من كل المسابقات والمناظرات اللي هتتعمل بعد كده. فبعدها المدير بيعمل اجتماع مع باقي المدرسين وبيبدأوا يحققوا مع الطلاب المشاغبين، واول واحدة بيحققوا معاها هي ايدا، واللي بتقول لهم ان هي ما غلطتش في اي حاجة لان الاضواء اللي هي اضافتها للمسرح اضافت حماس للطلبة. وبعدها بيحققوا مع كريم وبيتهموا المدير ان هو كسر مضخم الصوت على راس زميله اثناء المناظرة، فكريم بيقول له ان هو كسره بالغلط. وبعدها بيدخل عثمان عند المدير وبيقول له بسخرية ان هو ممكن يشتري له مضخم تاني، فالمدير بيطلب منه ان هو يطلع بره. وبعدها بيحققوا مع سنان لانهم اكتشفوا ان هو اللي حرق مسرح المدرسة. وبعد ما التحقيق بيخلص بيتفقوا كل المدرسين ان هم لازم يطردوا الشلة دي من المدرسة ما عدا مدرسة واحدة اسمها بورجو، واللي بتكون شايفة ان هم يستحقوا فرصة تانية لان طردهم هيحرمهم من التعليم طول حياتهم، وده لان مفيش مدرسة تانية هترضى تقبل بيهم. وفي الوقت ده الاربع طلاب بيكونوا قاعدين في غرفة العقاب ومستنيين نتيجة الاجتماع، وبيكونوا خايفين ان هم يطردوا، ولكن ايدا بتطمنهم وبتقول لهم ان قرار طردهم لازم يكون باجماع كل اعضاء اللجنة واكيد حد فيهم هيعترض. وبعد شوية المدير بيدخل عليهم وبيقول لهم انهم للأسف مش هيمشوا من المدرسة لان في شخص واحد بس رفض قرار طردهم. فبسرعة الاربعة بيروحوا يسألوا رئيسة اتحاد الطلبة اللي اسمها عشق مين اللي رفض القرار، وده لان عشق كانت حاضرة الاجتماع، فبتقول لهم ان المدرسة برجو هي اللي رفضت قرار طردهم. وبعد المدرسة كل واحد من الطلاب بيرجع لبيته، وتاني يوم عثمان وشلته بيعرفوا ان برجو هتنقل لمدرسة تانية بعد شهرين، وبالشكل ده هيتم طردهم من المدرسة اول ما تمشي، ولازم يجبروها ان هي تفضل في المدرسة باي شكل. وفي نفس الوقت بتطلب برجو من المدير ان هو يوعدها ان هو مش هيطرد الطلبة دول بعد ما هي تمشي، فبيقول لها المدير ان هو عند كلمته لكنه في الحقيقة مخطط ان هو يطردهم بعد ما هي تمشي على طول. وبعدها بتروح ايدا تتكلم مع برجو في حوار فصلهم من المدرسة، فبرجو بتقول لها ان المدير وعدها ان هو مش هيطردهم، لكن طبعا ايدا بتكون متأكدة ان هو هيطردهم. وبالليل الشلة كلها بتروح تتجمع في بيت سنان وبيسألوه لو هو عايش لوحده في البيت ده، فبيقول لهم سنان ان ابوه وامه منفصلين وكل واحد فيهم متجوز حد تاني، فقرر ان هو يعيش في بيته القديم مع جده علشان يراعيه، وبيفضلوا يفكروا سوا في طريقة علشان يمنعوا المدرسة برجو من الانتقال من المدرسة. فبيقترحوا ان هي لازم تتجوز شخص من اسطنبول لان مدرستهم في اسطنبول، وبالتالي هتشيل فكرة الانتقال لمدرسة تانية من دماغها. فايدا بتقول لهم ان هي لازم تحب شخص موجود في المدرسة، فبيعجبوا كلهم بالفكرة وبيوافقوا عليها. وتاني يوم بيروحوا هم الاربعة يقابلوا عش وبيقولوا لها ان برجو هتمشي من المدرسة، فعش بتزعل جدا لان دي اكتر مدرسة هي بتحبها، فالشلة بيطلبوا
ومنها ان هي تساعدهم يخلي بروجو ترتبط بشخص موجود في المدرسة، لان هي قريبة جدا من بروجو وفهمة شخصيتها اكتر منهم، وبالشكل ده هي مش هتمشي من المدرسة ابدا، فبتوافق عش ان هي تساعدهم. وبعدها بياخدوا كلهم جولة في المدرسة وبيفضلوا يراقبوا كل المدرسين علشان يشوفوا مين الشخص المناسب ليها، لكن كل اللي بيشوفوهم بيكونوا رجالة عواجيز ومش مناسبين. ولكن بالصدفة بيوصل مدرس كرة سلة جديد للمدرسة وبيكون اسمه كمال، واول ما بيشوفوه بينبهروا بيه وبيقرروا ان هو ده الشخص المناسب لبرجو. وبعدها الخمس اصحاب بيتجمعوا في بيت سنان علشان يفكروا في طريقة يقربوا بيها كمال من برجو. فعشق بتقترح عليهم ان هم يخرجوهم في ميعاد غرامي، وبتقول لهم ان اجواء الميعاد ده لازم تكون رومانسية جدا، يعني يكون حواليهم شموع ويشغلوا لهم موسيقى هادية. لكن كريم بيعترض على الفكرة وبيكون شايف ان هي سخيفة وقديمة، وبيطلب منهم يفكروا في حاجة تانية. فإيدا بتقترح ان برجو وكمال يشربوا كحول لحد ما يسكروا، وغصب عنهم يحصل بينهم علاقة. لكن عشق برضو بتعترض على الفكرة دي وبتشوفها مقرفة جدا، لانهم لازم يحبوا بعض الاول قبل ما يحصل بينهم حاجة. فإيدا بتقترح ان هم ياخدوهم لحفلة موسيقية، وكل اصحابها بيقتنعوا بالفكرة دي ما عدا عشق، لان اهلها مش هيسمحوا لها ان هي تروح للاماكن دي. وتاني يوم في المدرسة بتلاحظ برجو ان كمال بيتعامل مع الطلبة بشكل قاسي، لدرجة حتى ان هو ما بيردش عليهم السلام. فبتروح تزعقله وبتطلب منه يتعامل معهم بشكل متحضر اكتر من كده، فبيقول لها كمال ان دي طريقته وهو مش ناوي يغيرها. وبالنسبة للشلة فبيبدأوا تنفيس خطتهم علشان يجبروا برجو وكمال ان هم يحضروا الحفلة. فبتروح ايدا تكلم شاب اسمه براك، وبتعترف له ان هي بتحبه من زمان جدا، لكنها خافت تقول له على حقيقة مشاعرها علشان ما يرفضهاش. وفجأة براك بيقرب منها، ووقتها بيتظاهر كريم ان ايدا حبيبته، فبيروح يشتبك مع براك وبيضربه. وبعدها بتروح ايدا لمكتب برجو وبتحكي لها على اللي حصل وهي منهارة من العياط، وبتقول لها ان كريم وبراك هيروحوا للحفلة الموسيقية النهاردة، وبتقول لها ان هي متأكدة ان كريم هيضرب براك هناك تاني، وبتطلب منها ان هي تيجي معاها للحفلة الموسيقية علشان تمنع كريم من اللي هو عاوز يعمله. فبتضطر برجو ان هي توافق، وبعدها الخمس اصحاب بيروحوا يحتفلوا بالانجاز اللي هم عملوه. وبكده مش بيكون باقي غير ان كمال يحضر الحفلة. فبيروح كريم يحاول يتكلم مع كمال لكنه بيصد وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بيروح عثمان يتكلم معاه، ولكن برضو كمال بيرفض يتكلم معاه. فبعدها بتروح عشق تتكلم معاه بطريقتها اللطيفة، وبتقدر ان هي تقنع كمال ان هو يحضر الحفلة الموسيقية. وبعد المدرسة بتقول عشق لاصحابها ان امها ست صعبة جدا، واستحالة ان هي توافق تروح لحفلة موسيقية. فاصحابها بيطمنوها انهم هيقنعوها بطريقتهم الخاصة. وبالليل اصحاب عشق بيروحوا يزوروها في بيتها وبيقعدوا معاها، وبتطلب ايدا من امها ان هي تسمح لعشق تيجي معاهم للسينما، وبتطمنها ان المدرسين هيكونوا موجودين معاهم والموضوع هيكون امان جدا. فبتضطر الام ان هي توافق، وبتقول لاصحاب بنتها ان هم يخلوا بالهم من عشق، لان عشق دي اهم حاجة في حياتها. ولما بيسمع سنان الكلام ده بيتضايق جدا ان اهله تخلوا عنه، وان محدش اداله الحب والاهتمام الكافي زي ما باقي العائلات بيعملوا مع اولادهم. فبيقف بره لوحده وبيطلع ازازة خمرة وبيشرب منها. وفي الوقت ده في الحفلة عشق وايدا بيروح يقعدوا جنب برجو، ووقتها البنتين بيشوفوا كمال فبينادوا عليه علشان يجي يقعد معاهم. وبعدها البنتين بيقوموا يمشوا بحجة ان هم رايحين يدوروا على كريم، وبيسيبوا برجو وكمال قاعدين لوحدهم. فبرجو بتسأله عن اخبار شغله في المدرسة الجديدة، فبيقول لها ان هو مش جاي هنا علشان يتكلم في الشغل. فبتقول له برجو امال المفروض هم يتكلموا عن ايه. فبيسيبها كمال وبيمشي. وبنشوف ان الشلة مراقبين الوضع من بعيد وبيتضايقوا جدا ان كمال سابها ومشي. فبيروح كريم يقول لكمال ان هو معجب بايدا وعاوز يتكلم معاها، لكن المشكلة ان برجو لازقلها طول الوقت ومش عارف ياخد راحته معاها، وبيطلب منه يقعد جنبها لحد ما يخلص كلام مع ايدا. واول ما كريم بيبص على ايدا وهي بترقص بيبدأ ان هو يعجب بيها فعلا. فبيرجع كمال يقعد مع برجو تاني، لكنها بتتضايق من تصرفه وبتكون لسه هتمشي، لكنه بيمنعها وبيقول لها ان هو عاوز يقعد معاها. وبعدها بشوية بيروح سنان يقول لبرجو ان في شخص تنمر عليه ورمى الموبايل بتاعه في حمام الرجالة، لكنه لما دور عليه ما لقاهوش. فبتروح برجو لحمام الرجالة وبيروح كمال وراها، لان هو ما ينفعش يسيبها في حمام الرجالة لوحدها. وفجأة سنان بيقفل عليهم باب الحمام وبيسيبهم محبوسين جوه، وطبعا بيفضلوا يخبطوا كتير على باب الحمام لكن محدش بيفتح لهم، لحد ما فجأة بيدخل للحمام اللي جنبهم ست وراجل وبيحصل بينهم علاقة. وطبعا
عن برجه وبتكون محرجة من الموقف اللي بيحصل، فبيكسر كمال باب الحمام وبيخرجوا برا. وبعدها الخمس اصحاب بيركبوا باص مع بعض، وبتتفق ايدا معاهم ان هم يجوا معاها للبيت لان برجه جارتها وهيفضلوا مراقبين بيتها من بعيد لحد ما يعرفوا كمال وصلها بعربيته ولا لا. وفي الوقت ده برجه بتستأذن كمال ان هو يوصلها لبيتها لان هي نسيت شنطتها مع واحدة من البنات ومعهاش مفاتيح العربية. وفي الوقت ده في بيت ايدا بيكونوا الشلة متجمعين سوا ومنتظرين وصول برجه، لكن بعد شوية اصحابها بيزهقوا بيقرروا يرجعوا للبيت، ولكن كريم بيقرر يفضل معاها. وبعدها بيبصوا من الشباك وبيلاقوا ان كمال وصل برجه بعربيته وكمان دخل معاها البيت وقفلوا الستارة. فايدا بتفرح جدا وبتكون حاسة ان خلاص خطتها نجحت، ومن كتر الفرحة بتحضن كريم، وبيكون كريم سعيد ان هي حضنته، وبتبدأ ايدا ان هي تحس بمشاعر ناحيته. لكن في الحقيقة بيكون كمال وصل برجه قدام بيتها ولاحظ ان هي سقعانة وبتترعش، فعرض عليها ان هو يدخل معاها بيتها ويعمل لها مشروب سخن علشان تتدفى. فوافقت برجه ودخلوا هما الاتنين للبيت، وبيعمل لها مشروب وبيحط فيه كحول وبيقول لها ان الكحول هيعلي حرارة جسمها وهتدفى بشكل اسرع. وفي الوقت ده كريم بيسأل ايدا عن مفهوم الحب من وجهة نظرها، فبتقول له ان الحب من وجهة نظرها هي انها تكون حاسة بالامان والدفء مع الشخص اللي هي بتحبه. ولكن كريم بيكون شايف ان الحب بيتلخص في ان الطرفين يعملوا علاقة مع بعض وخلاص، فبتقول له ايدا ان ده تفكير سطحي. وفجأة هما الاتنين بيقربوا من بعض، ولما بتستوعب ايدا اللي هي عملته بتزق بعيد عنها وبتجرحه بالغلط في شفايفه، وبتطلب منه ان هو يطلع برا. وبنرجع تاني لبرجه بعد ما سكرت على الاخر، وبتكون عمالة تضحك وتقول في كلام مش مفهوم نهائي. وبيفضل كمال مراقبها وهي سكرانة وبيحس ان هي لطيفة، فبيعرض عليها ان هو يحطها في السرير لان شكلها مجهد، وبالفعل بيسندها كمال لحد السرير. وفجأة برجه بتسحبه ناحيتها وبتطلب منه ما يمشيش، فبيوعدها كمال ان هو مش هيمشي، وبينام كمال بعيد عنها علشان تاخد راحتها. وفي نفس الوقت بيقرر سنان ان هو يتمشى مع عشق لحد بيتها لان الوقت اتأخر، وبتكون عشق فرحانة جدا لان هي معجبة بيه من زمان. وفي الطريق بتسأله عشق لو هو حزين علشان مش عايش مع اهله، فبيقول لها ان هو مش زعلان، فبتسأله لو هو غضبان منهم، فبيقول لها ان البشر مخلوقات سيئة وعلشان كده هو ما بيحطش توقعات او اي امال على حد. فبيسألها هي ليه ساذجة دايما مع الناس، فبتقول له بعصبية ان هي طيبة لكنها مش ساذجة، وان هو فاكر ان هو الوحيد اللي بيفهم والناس كلها اغبية. وبتسيبه وبتمشي قدام، وبيفضل سنان ماشي وراها. وبعدها عشق بتقف وبتديله الشال بتاعها علشان الجو برد، وبتسيبه وبتمشي. ولما بيرجع كريم للبيت بيلاقي ابوه قاعد مع اصحابه، وبيلاحظ ابوه ان هو متعور في شفايفه، فبيخمن ان هو اتخانق تاني، وبيفضل يشتم فيه ويهينه قدام اصحابه، وبيقول لاصحابه ان ابنه هيفضل فاشل وعاطل عن العمل حتى بعد ما يتم الاربعين سنة. وتاني يوم بتصحى برجه من النوم وبتفتكر كل اللي هي عملته وهي سكرانة، فبتتوتر جدا لكنها بتحاول تتعامل بشكل طبيعي مع كمال، وبتروح تحضر له الفطار. وبيفضل كمال مراقبها وهي بتطبخ، وبيكون واضح ان هو بدأ يعجب بيها. وبعدها بيقعدوا يفطروا سوا، وبتكون برجه متوترة جدا وبتكسر طبق وبتعور ايديها، فبياخدها كمال للحمام علشان يغسل لها الجرح، فبتطلب منه برجه ان هو يسيب ايديها لكنه بيرفض يسيبها غير لما يغسل لها الجرح. ففجأة بتصرخ في وشه وبتطلب منه يبعد عنها، فبيتصدم كمال من تصرفها الغريب وبيسيبها وبيمشي. وبيكون واضح ان برجه بتتوتر جدا من فكرة الارتباط. وفي نفس الوقت ده سنان بيتفاجئ ان ابوه جاي ياخد شوية اطباق وكوبايات من عنده وماشي تاني، وبيكون سنان غضبان ان حتى ابوه ما فكرش يقعد معاه شوية ويسأله عن احواله. وبعدها الشلة بتتجمع في المدرسة، وبيلاحظوا ان برجه جاي لوحدها، فبيتضايقوا جدا لانهم كانوا متوقعين ان هي هتيجي مع كمال. وفي الاثناء دي بنتعرف على مدرسة اسمها توبة، وبنشوفها وهي بتحاول تغوي كمال لكنه بيصدها. وبعدها كل الطلبة بيدخلوا للفصل علشان يستعدوا لامتحان الشهر، وبتقعد عشق جنب سنان. وبعد ما بتخلص حل الامتحان بتاعها بتكتب اسم سنان على ورقتها وبتديها له، وبتاخد ورقته الفاضية وبتكتب عليها اسمها وبتروح تسلمها للمدرس. فبيستغرب المدرس ان هي مسلمة الورقة فاضية مع ان هي دايما بتطلع الاولى على المدرسة، فبتقول له ان هي حصل لها ظروف ومعرفتش تذاكر كويس. وفي استراحة الغداء بتروح توبة تقول لبرجه ان هي معجبة بكمال وحاسة ان هو كمان معجب بيها، وطبعا برجه بتغير جدا. وبتقعد برجه تتغدى مع كمال وتوبة، وعلشان كمال يغيظ برجه فبيفضل يتغزل في توبة قدامها. وبعد الامتحان بنشوف الشلة قاعدين ياكلوا مع بعض ما عدا سنان، وفجأة سنان بيقول
بيوصل عندهم وبيكون متعصب وبيفضل يتخانق مع عشق لان هي بدلت ورقتها بورقته. فعثمان بيقوله ان المفروض يشكرها بدل ما يزعق لها. فسنان بيطلب منه يسكت وبيوجه كلامه لعشق وبيقول لها ان هي عملت كده بس علشان تحس بالرضا عن نفسها، وبيفضل يتريق عليها ويهين فيها قدام كل اصحابهم. فايده بتزعق له وبتطلب منه يسكت، فسنان بيتعصب وبيرمي الورقه في وش عشق. ووقتها كريم بيشتبك معاه وبيتهمه ان هو مختل نفسيا وبيطلب منه يبعد عن شلتهم. وفجاه الشله كلها بتمسك في بعض، فايده بتتعصب عليهم وبتقول لهم انهم شله مريضه ومفيش حد فيهم بيحب التاني ومن الاحسن ان كل واحد يروح في طريقه. وبعدها كلهم بيمشوا وبنسمع صوت بنت في الخلفيه وهي بتقول لنا ان سنان بيخاف كل ما حد يحاول يقرب منه او يحبه، وده بيفسر سبب سلوكه العدواني مع عش. وبالليل بترجع ايده للبيت وبتفضل تطلع كل غضبها في الرسم. وفي نفس الوقت بيدخل كريم في اشتباك مع مجموعه بلطجيه من غير سبب لمجرد بس ان هو اتمرد على ابوه. وفي الوقت ده سنان بياخد كل الاطباق اللي في بيته وبيرميها في البحر علشان ابوه ما يرجعش تاني ياخدهم. وفي اليوم اللي بعده بيوصل سنان للمدرسه وبيقضي طول اليوم لوحده وبيفضل يراقب عشق وهي قاعده جنب بنت تانيه بعد ما سابت مكانها جنبه، وبيكون متضايق جدا لان الشله اتفرقت بسببه. وتاني يوم بتحلم برجو ان هي وكمال ارتبطوا وان هم عايشين في بيت واحد، لكن فجاه بتصحى مفزوعه من النوم وبيكون لسه مش واضح سبب خوفها وقلقها كل لما بتيجي سيره كمال او لما بيحاول يقرب منها. وفي الاثناء دي بنشوف كريم وعثمان في ملعب كره سله وبيتراهن عثمان على فوز كريم في كل الماتشات، وبالفعل بيقدر عثمان يجمع فلوس كتيره جدا لان كريم ما خسرش ولا ماتش، وده لان هو لاعب محترف جدا. وفي المدرسه بنشوف ايده وهي بتبص على الديسك بتاع كريم وهو فاضي وبتكون مفتقده جدا. وبعد المدرسه بتروح ايده تقعد مع عشق قدام النهر وبتقول لها ان هي عارفه ان هي بدلت ورقتها مع ورقه سنان لان هي بتحبه. فبتتوتر عشق وبتحاول تنكر الموضوع، ولكن ايده بتقول لها ان حبها ليه واضح جدا. وفي نفس الوقت بيوصل سنان عند عثمان وبيعتذر له على اللي هو عمله معاهم، فبيتفاجئ عثمان من تصرفه لان دي اول مره يعتذر فيها، وبيقرر ان هو يسامحه وبيقول له سنان ان هو فضل مراقب كمال طول اليوم واتاكد ان هو فعلا معجب ببرجو، لكن كبرياءه منعه ان هو ياخد خطوه ناحيتها وبيقول له ان هم محتاجين خطه جديده علشان يقربوهم هما الاثنين من بعض. وبنرجع تاني لايده بعد ما سكرت على الاخر وبتحكي لعشق ان هي بتحلم تكون رسام التصاميم، لكن المشكله ان الشغلانه دي ملهاش مستقبل في تركيا ومرتبها ضعيف، والناس شايفين ان هي مدام جميله يبقى تستحق ان هي تتجوز راجل غني ويصرف عليها بدل ما تبهدل نفسها في الشغل. وفي اليوم اللي بعده بنشوف عثمان وكريم وسنان بيفطروا سوا، وبيقول لهم عثمان ان هو هيتكلم بنفسه مع عشق وايده علشان يرجعهم تاني للشله. وفي المدرسه بنشوف كمال متعصب جدا لان هو اتصاب في رجله، فبيدخل عليه سنان وبيديله ازازه كحول علشان يهدي اعصابه. فكمال بيساله هو ليه دايما بيتصرف كان هو تاجر مخدرات، فبياخد سنان ازازه الكحول علشان يمشي، لكن كمال بيوقفه وبيطلبها منه وبيساله سنان بسخريه لو هو ناوي يعتزل كره السله علشان اتصاب في رجله. فبيقول له كمال ان شاب زيه عمره 17 سنه المفروض يتكلم معاه باحترام اكتر من كده، فبيقول له سنان ان دي طريقته مع كل الناس. فبيساله كمال هو عاوز منه ايه بالظبط، فبيقول له سنان ان هو عنده فضول تجاهه وان هو عاوز يعرف قصته. فكمال بيقول له ان هو اكيد مش هيصاحب عيل عمره 17 سنه، وبيفهمه ان هو بيكره السن ده جدا لان هو كان بيكره نفسه لما كان عمره 17 سنه. وبعدها سنان بيسيبه وبيروح يقابل صحابه وبيقول لهم ان من خلال كلامه مع كمال اكتشف ان هو شخص طيب لكنه دايما بيحاول يظهر ان هو قاسي ومعندوش قلب. وفي الاثناء دي البنتين بيوصلوا عندهم وبيكون واضح التوتر اللي ما بين كريم وايده لدرجه ان هم حتى ما بيسلموش على بعض. ولما سنان بيشوف عشق بيعتذر لها ان هو كان حقير معاها، فبتبتسم عشق وبتقرر تسامحه. وبعدها عثمان بيقول للبنتين ان كمال وقع في حب برجو ولازم يتفقوا على خطه جديده علشان يقربوهم من بعض. وفي الاثناء دي برجو بتقابل كمال صدفه في اوضه المعلمين وبيحاول كمال ان هو يتكلم معاها لكنها بتتوتر جدا وبتمشي. وبعد انتهاء اليوم الدراسي بنشوف الشله بيراقبوا برجو وهي خارجه من المدرسه، وبينصدموا لما بيشوفوها بتحضن راجل تاني، فبيستوعبوا هنا ان هي اصلا مرتبطه وده سبب توترها من كمال كل ما يحاول يقرب منها. وتاني يوم الشله بتعرف ان حبيب برجو من محافظه تانيه، وعلشان كده هي قررت تنقل لمدرسه في نفس محافظته علشان تعيش معاه، وبيتفقوا سوا ان هم يطفوا
يقفشوه، لكن عشق بتعترض لان هو ممكن يكون شخص طيب ولازم يعرفه الاول لو هو يستحق برجه ولا كمال هو اللي يستحقها. وفي نهاية اليوم الدراسي سنان بتجيله فكرة، فبيلبس هدوم خفيفة وبيروح يتكلم مع حبيب برجه تحت المطر في اي مواضيع عشوائية، ولو حبيب برجه اداله الجاكيت بتاعه يبقى هو فعلا شخص طيب. وبنلاحظ ان اصحاب سنان بيراقبوه من بعيد وبيكونوا قلقانين عليه جدا، وده لان هو عنده انيميا وصحته ضعيفة وممكن يتعب بسرعة بسبب المطر. وبنشوف ان سنان لسه مستمر في الكلام معاه، وبالرغم من ان حبيب برجه شايفه سقعان لكنه برضه ما بيديلوش الجاكيت. واول ما برجه بتوصل عندهم بسرعة حبيبها بيقلع الجاكيت وبيديه لسنان، فالشلة بيفهموا هنا ان هو عمل كده بس علشان يلفت انتباه برجه ويظهر قدامها ان هو شخص طيب. وتاني يوم سنان بيعيد نفس الاختبار مع كمال وبيتكلم معاه تحت المطر، ولكن الفرق ان كمال بيقلع الجاكيت بتاعه بسرعة وبيديه لسنان علشان ما يتعبش. فهنا كل الشلة بيتفقوا ان كمال شخص طيب وان هو اللي يستحق يكون مع برجه فعلا. وفي اليوم اللي بعده بتتخطب برجه لحبيبها، لكن بيكون واضح عليها ان هي ما بتحبوش. وفي نفس الوقت بنشوف الشلة متجمعين سوا، لكنهم بيلاحظوا ان سنان اتأخر عليهم. وفي الوقت ده بيكون سنان في المستشفى لان هو مريض جدا، لكن الدكتورة بترفض تديله اي علاج من غير موافقة امه وابوه. فبيخرج سنان من المستشفى وهو ماسك دموعه بالعافية، وفجأة بيحس بتعب شديد وبيغمى عليه، فبسرعة الاطباء بينقلوه على المستشفى وبيعالجوه. وبعدها بيرجع سنان للبيت وبيحضر الاكل لجده وبيغسل هدومه لنفسه، ومن كتر التعب بينام على الارض لكنه بيصحى على صوت جرس الباب. ولما بيفتح بيلاقي عشق قدامه، وبتكون جايبه له اكل لان هي عرفت ان هو مريض. وبتفضل عشق قاعده معاه وهو بياكل، وبتلاحظ لوحه شكلها جميل جدا متعلقه على الحيطه، فبتقول له ان اللوحه دي خلتها تحس بشعور جميل وفي نفس الوقت بشعور غريب، وبتطلب منه يهتم بصحته اكتر من كده وياخد الدواء بتاعه بانتظام. وبعدها بتصدمه وبتقول له ان برجه اتخطبت، وبالشكل ده خطتهم باظت وهيتم طردهم من المدرسه. فسنان بيقول لها ان مفيش داعي للقلق لانهم مش هيطردوها معاهم، فبتضايق عشق من رده ده لان هو لسه مش فاهم ان هي بتحبه ومش عاوزاه يطرد. وبتقول له ان هو مش لازم يكون قاسي وبارد معاها، وان هي بتهتم بيه لان دي طبيعتها مع كل الناس مش اكتر. فبيفهم سنان من كلامها ان هي معجبه بيه. وبعد شويه الشله كلها بتتجمع في بيت سنان، وبيقول لهم عثمان ان هو اكتشف ان خطيب برجه اسمه تونجاي، وان هو بيشتغل في مكتب تسجيل الاراضي، والخطه حاليا ان هم يقنعوا تونجاي ان هو يفضل في اسطنبول، وفي نفس الوقت يحاولوا يقربوا كمال من برجه. وتاني يوم بيروح عثمان يقابل تونجاي وبيديله الجاكيت بتاعه وبيشكره ان هو اداه لصديقه، وبيقول له ان هو معاه تذكرتين في اي بي لماتش كره قدم، وبيعرض عليه ان هو يروح معاه بدل والده لانه مشغول. فبيتحمس تونجاي للفكره لان هو بيحب كره القدم وبيوافق، لكن قبلها بيروحوا هما الاثنين يتغدوا سوا، وبيقول له عثمان ان الحياه جميله جدا في اسطنبول ولازم يفكر ان هو ينقل هنا. فتونجاي بيقول له ان مشكله اسطنبول ان هي غاليه جدا، فعثمان بيقول له ان هي فعلا غاليه لكن من السهل ان هو يعمل فيها فلوس. وبياخدوا عثمان يفرجوا على المشروع بتاعه اللي بيكون عباره عن متجر جنب المدرسه، وبيكون بيبيع فيه اكل ووجبات خفيفه للطلاب. وبيتفاجئ تونجاي من كميه الطلبه اللي جايين يشتروا اكل من تونجاي، وبيحس ان هو مشروع ناجح جدا وبيكسب فلوس كتير، فبيساله هو جاب فلوس منين علشان يعمل المشروع ده. وكمان بيقول له ان في 4 مدارس في اسطنبول بيشتروا المنتجات الغذائيه بتاعته، والسنه الجايه هيكونوا 6 مدارس، وبيعرض عليه ان هو يكون شريك معاه في المشروع بتاعه. فتونجاي بيتحمس جدا وبيوافق، وفي نفس الوقت بتدخل عشق لغرفه المعلمين وبتفكرهم باحتفالات 19 مايو واللي بيعملوها كل سنه في المدرسه، وبتقترح على برجه ان هي تكون مسؤوله عن تنظيم الاحتفال السنه دي، وكمان يكون كمال شريك معاها في التنظيم. فبتتوتر برجه وبتسالها اشمعنى كمال، فبتقولها لان هو مدرس جديد والاحتفالات دي هتكون فرصه عظيمه علشان يقرب من الطلبه اكتر. فكل المدرسين بيعجبوا بالفكره وبيوافقوا عليها. وبعدها بتروح برجه تقابل كمال وبتقول له ان تم اختيارهم علشان يكونوا منظمين الاحتفال، وبتطلب منه ينسى كل اللي حصل بينهم اخر مره ويركز على الشغل اللي بينهم وبس، فبيوافق كمال. وفي نفس الوقت بيصحى سنان من النوم وبيقرر يروح المدرسه مع ان هو لسه مريض. واول ما بيوصل للمدرسه بيشوف عشق وهي بتنظم الاحتفالات مع باقي الطلبه، فبيفضل مراقبها شويه وبيكون واضح ان هو اعجب بيها. ولما عشق بتشوفه بتفضل تلومه لان هو جه للمدرسه وهو مريض، فبيقول لها سنان ان هو صحي من النوم النهارده وهو متفائل على غير العاده، وقرر ان هو لازم يحضر كل حصصه ويلتزم علشان يجيب تقدير
عالي ويدخل الجامعة، وبيسألها لو هي عارفة مين السبب في التغيير المفاجئ اللي حصل له. فعشق بتقطعه وبتقوله ان هي مش عاوزة تعرف السبب، لانه اكيد بيسخر منها زي ما بيعمل كل مرة، او هيجاوب اجابة تضايقها وبتسيبه وبتمشي. فسنان بيتأثر جدا لانه كان عاوز يقول لها ان هي السبب، وفعلا ما كانش هيسخر منها ولا حاجة. وفي الوقت ده كريم بياخد ايدها على جنب وبيسألها هي ليه بتتصرف معاه بالشكل ده وليه دايما بتتجنبه، وبيقول لها ان هو عارف ان شخصيته مخيفة شوية لكنه هيحاول يتغير علشانها. فبتقول له ايه ان هي بتحب شخصيته المخيفة ومش عاوزاه يتغير، وبتعترف له ان هي بتحبه وطول الوقت بتفكر فيه، لدرجة ان هي مش قادرة تركز في حياتها والموضوع ده مخوفها جدا، وبتطلب منه يبعد عنها لان ما ينفعش اي حاجة تحصل بينهم. وتاني يوم بيروح كمال يتغدى مع برجو في مطعم، وبيكون واضح ان هم قربوا من بعض تاني. ولما بترجع برجو للبيت بتلاقي خطيبها مستنيها وبيطلب منها تحضر له العشاء، فبتقول له ان هي اتعشت بالفعل، وبتعرض عليه ان هو يحضر العشاء لنفسه لان هي تعبانه، لكنه بيقول لها ان هو مش ملزم يحضر الاكل لنفسه لان دي وظيفه الستات. فبتحس برجو هنا ان هي ظلمت نفسها لما اتخطبت لواحد زيه، ولكنها بتقوم تحضر له العشاء وهي متضايقه. وبتعدي الايام وبنشوف ان برجو بقت بتقضي معظم وقتها مع كمال، وبيكون واضح ان هما الاتنين مبسوطين بكده. وفي يوم بيوصل عثمان للمتجر بتاعه وبيلاقيه اتقفل، وبيعرف ان في حد قدم فيهم شكوى لمجلس المدرسه وقال ان هو بيبيع اكل غير صحي للطلبه، وكل المدارس اللي عثمان بيشتغل معاهم لغوا العقود اللي بينهم وبينه. وبيكتشف عثمان من شريكه اللي اسمه علي ان تونجاي هو اللي قدم الشكوى بعد ما حاول ان هو ياخد المتجر منهم بشكل غير قانوني وفشل. وبالليل بنشوف برجو وكمال في مسرح المدرسه، وبيعرض عليها كمال ان هي تتعشى في بيته النهارده، لكنها بتتوتر وبترفض. فبيسالها هي ليه دايما بتصده كل ما يحاول يقرب منها، مع ان هو متاكد ان هي بتحبه زي ما هو بيحبها. فبتعترف لبرجو ان هي مخطوبه، وطبعا كمال بينصدم فيها وبيسالها هي ليه قربت منه بالرغم من ان هي مرتبطه بشخص تاني. فبتنكر هنا برجو ان هي حاولت تقرب منه اصلا، وبتقوله ان هو اللي دايما بيحاول يقرب منها وهي اللي في كل مره بتصده. فبيقول لها كمال ان هو مش هيضايقها تاني ولا هيحاول يقرب منها، وبيسيبها وبيمشي. وبالليل بيعترف سنان لايدا ان هو معجب بعش لكنه خايف يأذيها بسبب طباعه الصعبه، وبيسالها هو المفروض يعبر لها عن حبه ازاي لان هي فاكره ان هو مش بيطيقها. فايدا بتفرح جدا ان اخيرا مشاعره اتحركت تجاه بنت، وبتقترح عليه ان هو يحضنها ويقرب منها. وتاني يوم في المدرسه عشق بتقول لاصحابها ان عيد ميلادها بعد 3 ايام وان هي هتحتفل بيه مع اهلها زي كل سنه. فسنان بيقول لها ان هو بيكره اعياد الميلاد لان هو شايفها فكره سيئه، لان الناس بيحتفلوا فيها بمرور سنه جديده في عمرهم بدل ما يزعلوا لان الحياه كئيبه وما تستحقش تتعاش. وطبعا عشق بتتصدم من رده، فايدا بتزقه علشان يسكت. وفي اليوم اللي بعده بيتظاهر علي ان هو بيتكلم في التليفون قدام تونجاي، وبيقول بصوت عالي ان هو هيبيع ارضه اللي قيمتها 5 مليون ب 2 مليون بس. فتونجاي بيوقفه وبيساله على عنوان الارض، فعلي بيقول له على مكانها. وبعدها بيروح علي يقابل عثمان وبيقول له ان الخطه ماشيه كويس، ولما يروح علشان يشتري الارض هيدفع عربون كبير. وبعدها بشويه علي هيقابله وهيضربه علشان ينتقموا منه. وبعد المدرسه بيروح براك يقابل ايدا وبيقول لها ان كريم قال له ان هم انفصلوا، وبيعرض عليها ان هم يخرجوا سوا في ميعاد. فبتتضايق ايدا من تصرف كريم، وبتقرر ان هي توافق تخرج في ميعاد غرامي مع براك علشان بس تضايق كريم. لكنها لما بتخرج معاه بتفضل طول الوقت تتكلم عن كريم وعن حبها ليه، فبيتعصب براك لان هي بتخدعه للمره الثانيه، وبيقول لها ان هو مش عاوز يعرف بنت رخيصه زيها، وبيسيبها وبيمشي. وتاني يوم الشله بتتجمع سوا في المدرسه، وبيتفقوا ان عشق وايدا يروحوا يزوروا برجو في بيتها بعد المدرسه بحجه ان هم جايين يباركوا لها على الخطوبه، لكنهم هيحاولوا يلعبوا في دماغها علشان يخلوها تكره خطيبها ده وترتبط بكمال. فعشق بتعترض لان النهارده عيد ميلادها وما ينفعش تتاخر على اهلها، ولكن ايدا بتطمنها ان هي مش هتاخرها. وبعد المدرسه البنتين بيوصلوا عند برجو، وبتطلب منها ايدا ان هي تجيب لهم كحول، وبتكون عشق متوتره لان هي ما شربتش قبل كده، ولكن ايدا بتقنعها تشرب معاهم علشان تاخد تجربه جديده. وبعدها ايدا بتسال برجو لو هي بتحب خطيبها ولا لا، فبتقول لها برجو ان خطيبها شخص كويس ومستقبله مضمون وبيحبها. فبتقول لها ايدا ان ده مش كافي علشان تكمل حياتها معاه، وان هي حاسه ان هي مش بتحبه. فبتسالها برجو عن مفهوم الحب من وجهه نظرها، فبتقول لها ان مفهوم الحب هو ان الشخص اللي هي مرتبطه بيه لازم يخليها تحب نفسها وتتقبل نفسها بكل عيوبها، وان
إن قلبها يتخطف أول ما تشوفه قدامها، وتحس إن حبها ليه بيزيد كل يوم عن التاني مش العكس. فبتفكر برجو في كلامها وبتحس إن هي معاها حق، لأنها مش بتحس بالمشاعر دي مع خطيبها. وبعدها البنتين بيخلصوا معاها وبيروحوا يقابلوا الشباب، وبيركبوا مركب سوا وبيفضلوا يشربوا طول الليل. وبنشوف إن أهل عشق خلصوا ترتيبات حفلة عيد ميلادها من بدري، ومتضايقين جدا لأن هي اتأخرت عليهم، ودي حاجة أول مرة تحصل. وبنرجع تاني للشلة بعد ما سكروا على الآخر، وبالغلط عشق بتقع في البحر، فسنان بينط وراها بسرعة علشان ينقذها، وفجأة بيقرب منها وهما تحت المية. وفي الوقت ده إيدا بتعترف لكريم إن هي بتحبه ومش هتقدر تكون لحد تاني غيره، فكريم بيفرح وبيوعدها إن هي مش هتندم أبدا على الكلام ده. وبالنسبة لبرجو فبتفضل تفكر في كلام إيدا، وبتحس إن هي معاها حق في كل كلمة قالتها، فبتقلع دبلتها وبتقرر إن هي تروح تقابل كمال، لكنها ما بتلحقش لأنها بتلاقي خطيبها وصل عندها، وبيقول لها إن هو اتنصب عليه وأخدوا منه فلوس العربون غصب عنه وكمان ضربوه. فبرجو بتقاطعه وبتقوله إن هي عاوزة تنفصل عنه لأن هي مش مرتاحة معاه. فتونجاي بيطلب منها تدخل ترتاح شوية لأن هي سكرانة وبتقول أي كلام. فبتتعصب عليه وبتقوله إن هي واعية للكلام اللي هي بتقوله، وبتطرده بره بيتها. وبعدها بتروح برجو تزور كمال في بيته علشان تعترف له بحبها ليه، وتقوله إن هي انفصلت عن خطيبها، لكنها بتنصدم لما بتلاقي توبة في بيته. فبتمشي بسرعة وبيحاول كمال يوقفها علشان يشرح لها، لكنه ما بيلحقش. وتاني يوم في المدرسة بيدخل كريم للمختبر، وبيتفاجئ بوجود براك ورجالته علشان يضربوه لأن هو خدعه هو وإيدا. وفجأة بيبدأوا يضربوه بطريقة عنيفة، وأول ما الشلة بتعرف بيروحوا بسرعة للمختبر، وبيدخلوا في اشتباك عنيف مع براك ورجالته لحد ما بيدمروا المختبر بالكامل. وبنرجع تاني لبرجو بعد ما أمها اتصلت عليها وهزقتها لأن هي انفصلت عن خطيبها. فبرجو بتقول لها إن دي حياتها الخاصة وإن هي حرة في اختيار الشخص اللي هي عاوزة تكمل مع حياتها. وبعدها بيجي لها اتصالات كتير من كل قرايبها، وبيحاولوا كلهم يقنعوها ترجع لخطيبها. وطبعا برجو أعصابها بتتعب لأن أهلها ضغطين عليها، وبتنهار برجو من العياط. ولما بتوصل برجو للمدرسة المدير بيوقفها وبيفضل يزعق لها لأن هي سمحت لشلة عثمان إن هم يفضلوا في المدرسة. فبتسأله إيه اللي حصل، فبيقول لها إن هم دمروا المختبر بالكامل، وبيفهمها إن هو هيعمل لجنة تانية، والمرة دي التصويت هيكون برأي الأغلبية لأن الشلة دي لازم تطرد من المدرسة فورا. فبتطلب برجو من كمال إن هو يشغل جرس الحريق أول ما اللجنة تبدأ. وأثناء ما اللجنة مجتمعة فجأة بيسمعوا صوت جرس الحريق، فبيطلعوا يجروا بسرعة. وبعدها برجو بتروح تقابل الشلة وبتسألهم هم عملوا كده ليه، فبيقولوا لها إن صديقهم كريم كان بينضرب وكانوا لازم يساعدوه. فبتفاجئهم إن اللجنة هتاخد بصوت الأغلبية المرة دي، وبتقول لهم إن هي هتحاول تفكر في حل علشان ما يطردوش من المدرسة. وبالليل بترجع إيدا للبيت وبتقول لأهلها إن هي هتطرد من المدرسة، فأهلها بيطلبوا منها ما تزعلش نفسها لأنهم هينقلوها لأرقى مدرسة في فرنسا علشان تكمل تعليمها هناك. وطبعا إيدا بتنصدم لأن هي مش عاوزة تبعد عن أصحابها. ولما بيحكي كريم لأبوه إن هو هيطرد بيفضل يتريق عليه كالعادة، وبيقول له إن هو عنده معارف كتير ويقدر يمنع قرار الطرد. فكريم بيتعصب عليه وبيأمره ما يتدخلش في الموضوع، وبيهدده إن هو هيعمل كوارث كتيرة لو فكر إن هو يستعمل نفوذه علشان يرجعه للمدرسة. ولما بيحكي عثمان لأبوه عن قرار طرده من المدرسة، أبوه بيقول له إن هو شخص ذكي وإن هو أكتر شخص بيحبه في العيلة لأنه من وهو صغير بيحب يعتمد على نفسه، لكنه ما كانش يتخيل إن هو ممكن يعمل مصيبة زي دي في المدرسة. وبالنسبة لعشق فأمها بتفضل توبخها لأن هي أول مرة تعمل مشكلة في المدرسة، وبتقول لها إن أكيد الشلة الصايعة اللي هي مصاحباهم هم السبب. فبتقول لها عشق إن هم ملهمش دعوة بأي حاجة وإن هي اتصرفت من دماغها. ولما بيتصل سنان على أبوه علشان يحكي له اللي حصل، أبوه بيقول له إن هو مشغول دلوقتي وإن هو مش فاضي يتكلم، وبينهي مع المكالمة. وتاني يوم بيوصل سنان للمدرسة وبيقرر إن هو يجتهد المرة دي ويركز في دروسه لأن دي الحاجة الوحيدة اللي هتحسسه بقيمته. وبعدها إيدا بتتجمع مع أصحابها وبتقول لهم إن أهلها عاوزين يبعتوها المدرسة في فرنسا، فكريم بيزعل جدا لكنه بيكون شايف إن من مصلحتها تسافر لفرنسا. فبتتضايق إيدا من كلامه لأن هي كانت متوقعة إن هو هيزعل علشانها وإن هو هيتمسك بيها أكتر من كده. وفي الوقت الحاضر بتروح إيدا تزور عشق في بيت سنان، وده لأن عشق قاعدة في البيت ده من ساعة ما هو مشي. وبتتفاجئ عشق بزيارتها فبتحضنها بسرعة، وده لأنهم ما شافوش بعض من سنين طويلة. وبنفهم من كلامهم إن عشق بعتت رسالة لكل شلتهم القديمة علشان يتجمعوا تاني سوا. وبنرجع لسنة 1998 وبتتفاجئ
برجه بزيارة كمال واللي بيقول لها ان هو جايب معاه ملفات الشلة علشان يحاولوا يدوروا على اي ثغرة تمنعهم من طردهم، لكن الملفات بتاعتهم بتكون كلها مشاكل. وبنرجع تاني للحضر وبتقول ايه ده العشق ان هي رسمت لها لوحة جميلة جدا، ولما بتفتح عشق اللوحة بتلاقيها نفس اللوحة اللي موجودة في شقة سنان واللي هي كانت معجبة بها جدا. وفجأة بتنهار عشق من العياط وبيكون واضح عليها ان هي مفتقدة سنان جدا. وفي اليوم اللي بعده بيتم اعادة اللجنة من تاني وبنشوف فورجو موجودة معاهم، وبتسأل المدير لو حد رفع مسدس في وشه وهيعمل ايه، فالمدير ما بيردش عليها، فبتوجه برجو كلامها لاعضاء اللجنة وبتقول لهم ان هم هيدمروا مستقبل الشباب دول لو طردوهم. وبتبدأ تحكي قصة كل واحد فيهم، وبتبدأ بكريم وبتقول لهم ان هو غاضب طول الوقت، والسبب غضب ان الناس دايما في المدرسة بيبصله باستحقار، وبتقول لهم ان والد كريم بيعامله بقسوة ودايما بيقلل منه من غير سبب، فطبعا نتج عن ده شخصية كريم العصبية والمتمردة. وبتقول لهم ان محدش فيهم عارف المعاناة اللي كريم بيعانيها لما بيوصل لبيته كل يوم، واما عن ايدا فهي بنت جميلة وموهوبة، وممكن اعضاء اللجنة ان هم يوافقوا ان هي تفضل في المدرسة بسبب جمالها، وده لان هم ما بيهتموش غير بالمظاهر. وبالنسبة لسنان فده عايش لوحده من وهو عمره 14 سنة من ساعة ما امه وابوه تخلوا عنه، وبتقول لهم ان الولد ده جواه ألم كبير ومحدش حاسس بيه لان كلهم ناس سطحية وبيحكموا على الناس من بره من غير ما يعرفوا ايه اللي جواهم. وبتقول لهم ان عثمان ولد عبقري جدا وبدأ مشروعه الخاص من سن صغير، وحرمانه من التعليم هيدمر مستقبله نهائي. وفي النهاية بتطلب من اعضاء اللجنة ان هم يرفعوا ايديهم لو موافقين على قرار رفضهم، لكن محدش منهم بيرفع ايده لانهم بيكونوا تأثروا فعلا من كلام برجو، وبيقرروا ان هم يدوهم فرصة كمان. وطبعا المدير بيكون على اخره وبيروح يقول للشلة انهم مش هيطردوا لكنهم لازم يعتذروا قدام المدرسة كلها. وبعدها الشلة بيتجمعوا سوا وبيكونوا متضايقين جدا لانهم هيعتذروا للمدير قدام المدرسة كلها، وبيكونوا متأكدين ان هو قاصد يهينهم. وبتكون ايدا اكتر واحدة متضايقة، فبتسألها عشق هي متضايقة ليه مع ان هي مسافرة لفرنسا، فبتقول لها ان هي تراجعت عن قرار سفرها وقررت تفضل معهم هنا. وطبعا كريم بيفرح جدا ان هي مش هتسيبه، وفي نفس الوقت بتروح برجو المكتب كمان لان هو طلبها، فبتسأله هو عاوز منها ايه، فبيسألها كمال ايه اللي بيميز خطبها عنه، فبتفاجئ برجو ان هي فسخت خطوبتها علشان تكون معاه. وطبعا كمال ما بيصدقش نفسه من الفرحة، وبيقربوا الاتنين من بعض لأول مرة. وبالليل بيعتذر والد كريم لابنه لان هو كان قاسي معاه طول حياته، وبيقول له ان هو هيجي معاه بكرة للمدرسة علشان يدعمه، وهو بيقول خطاب الاعتذار. وتاني يوم الشلة كلها بتوصل للمدرسة مع اهلهم ما عدا سنان اللي بيكون واقف لوحده، فبيروح كمال يقف معاه وبيظبط له الجرافطة بتاعته، وبيطلب منه ما يعملش اي فعل متهور اثناء الخطاب. وفي الوقت ده سنان بيعترف له ان هو والشلة بتاعته اللي قربوه من برجو علشان ما يطردوش من المدرسة، وبيحكي له على كل حاجة بالتفصيل. وفي نفس الوقت بتتعصب توبة على برجو لان هي خطفت كمال منها، وبتقول لها ان هي حاسة ان الكون بيحاول يجمعهم سوا. واول ما برجو بتسمع الكلام ده بتفتكر كل المواقف اللي الشلة عملتها معاها علشان يقربوها من كمال، فبتتصدم وبتفهم ان هم عملوا كده علشان ما يطردوش من المدرسة، فبتتضايق طبعا برجو وبتخرج برا المدرسة. وبعدها بنشوف الشلة واقفين على المسرح وبيستعدوا علشان يقولوا خطاب الاعتذار قدام كل الطلبة والمدرسين واهاليهم. وبيطلب المدير من سنان ان هو يقرأ خطاب الاعتذار، وبيسأله لو هو ندمان فعلا على اللي عمله، فسنان بيقول في الميكروفون ان هو مش ندمان ولو الزمن رجع بيه هيعمل نفس التصرف تاني. فطبعا المدير بيتعصب جدا، وبعدها بينادي على ايدا علشان تقول خطابها، فبتفضل تتريق على ستايل اللبس بتاع المدير وبتقوله ان بدلته قربت تتقطع من كتر الاستعمال، وبتقترح عليه يشتري هدوم جديدة لان منظره مقرف. وطبعا كل الطلبة بيموتوا من الضحك. وبعدها بينادي المدير على كريم وبيقوله في ودنه ان ابوه وافق على تجديد المختبر على حسابه وان وجوده هنا مجرد شكليات مش اكتر، فبيتضايق كريم من تصرف ابوه لانه طلب منه اكتر من مرة يبطل يستخدم نفوذه. وبيقول كريم في المايك وهو بيضحك ان هو مش ندمان على اللي هو عمله لان دي طبيعته ومش هيغيرها ابدا. وبعدها بيجي الدور على عشق، وبيكون المدير واثق ان هي هتقول كلام موزون لان هي بنت عاقلة واشطر بنت في المدرسة، لكن اللي بيحصل عكس كده تماما لانها بتقول ان هي مش ندمانة برضه وان هي مش مكسوفة من نفسها لان هي كانت بتدافع عن صديقها كريم، وبتقول ان اصحابها هم اهم حاجة في حياتها وان هي عندها استعداد تخسر كل حاجة بس علشان يكونوا مع
بعض طول العمر، وان هي ما كانتش هتسامح نفسها ابدا لو ما كانتش دفعت عن كريم. وفجأة كل الطلبة بيحيوها على الكلام اللي هي قالته، وبعدها بيجي دور عثمان واللي بيشتم المدير وكل اللي واقفين بافظع الشتايم، وبيقول لهم ان هو مش هيعتذر برضه. وفجأة كل الطلبة بيحيوه على شجاعته، واصحابه بيكونوا معجبين جدا بجرأته. وبالليل الشلة بيتجمعوا سوا وبيحرقوا هدوم المدرسة، لان خلاص ما فيش اي امل ان هم يرجعوا تاني للمدرسة. وفي نفس الوقت بنشوف برجو بتستعد علشان تسافر، لكن كمال بيوقفها وبتسأله برجو لو هو عارف الخطة اللي الشلة عملوها علشان يقربوهم من بعض، فبيقولها ان هو لسه عارف النهاردة. فبتقوله ان هي خايفة ان الحب اللي بينهم ده ما يكونش حقيقي، فبيقولها ان حبهم كان حقيقي 100%. وفجأة هما الاتنين بيقربوا من بعض، وفي الوقت الحاضر بيلاحظوا ان البيت بيقع، فبيدخلوا يشوفوا ايه اللي بيحصل، وبتلاقي ايه ده، صورة بتجمعها بكريم وباقي الشلة. فبتنهار من العياط اول ما بتشوف الصورة دي، لان هي مفتقدة كريم جدا، وبتكون ندمانة ان هي رجعت للبيت ده تاني لانه بيفكرها بذكريات وحشة. وفجأة بيسمعوا صوت الباب بيخبط، وبيخلص الموسم الاول من المسلسل. بيبدأ الموسم الثاني من المسلسل سنة 1998، وبنشوف برجو وكمال وهم قاعدين سوا، وبيكون واضح ان علاقتهم رجعت كويسة زي الاول، لكنهم كالعادة بيتخانقوا خناقة تافهة جدا وبيسيبها كمال وبيمشي. وفي المدرسة بنشوف ان الشلة رجعت تاني لسبب غير معروف، ولكنهم اصبحوا عبيد عند المدير لدرجة ان هو بيطلب منهم ينضفوا له الجزم بتاعته ويعملوا له القهوة بتاعته ويمسحوا له عربيته، وكمان بيجبر ايدا ان هي تقدم له القهوة فبتفي فيها قبل ما تديها له، لكن عشق بترفض ان هي تعمل زيهم. وفي اليوم ده بيوصل بنت جديدة للمدرسة اسمها إليف، وبتدخل لمكتب المدير، لكنها بتلاقي عثمان قاعد وبيقول لها ان هو جاي بعد شوية. فإليف بتعرفه بنفسها لكنه مش بيكون مهتم، فبتعرض عليه ان هم يكونوا اصحاب، فبيقول لها ان هو مش بيصاحب البنات الحلوة. وبالليل بتروح برج وتزور كمال وبتعتذر له على اللي حصل بينهم، وبتقول له ان هي هتترقى المنصب نائب مدير المدرسة، لكنها مش عاوزة المنصب ده. فبيقولها ان المنصب بتاعها تعرض عليه وهيوافق، ولازم ان هو يقف في صف نجدة الفترة دي علشان يخليه يثق في نفسه، وبيطلب منها ما تقلقش من حاجة لان هو مش هيخلي المدير يأثر عليه بقراراته الغلط اللي بياخدها. فبرجو بتزعقله وبتسأله هو ليه دايما بياخد الامور الجد على ان هي تافهة، وبتقوله ان هي عارفة ان هو بيكره المدرسة والطلاب وشغال فيها غصب عنه علشان الفلوس مش اكتر. فكمال بيطلب منها تسكت وبينفصل عنها. وبعدها المدير بيعمل اجتماع للطلبة والمدرسين في حوش المدرسة، وبيعرفهم على إليف وبيقول لهم ان هي كانت بتطلع الاولى في مدرستها القديمة، ده غير ان هي عازفة بيانو محترفة، وكمان تبقى بنت مدير التعليم الوطني. وبعدها المدير بيعمل امتحان مفاجئ لكل الطلبة في المدرسة، والطلاب اللي هيجيبوا اعلى درجة هيتنقلوا لصف المتفوقين، والطلاب اللي هيسقطوا او هيجيبوا درجات منخفضة هيحطوهم في صفوف عادية، وكمان الطلاب المتفوقين هيتم تعليق صورهم في المدرسة، وهيستلموا شعارات عليها شعار المدرسة وهيعلقوها على هدومهم علشان الطلاب كلهم يعرفوا ان دول المتفوقين. وبعد المدرسة بيتفاجئ سنان ان امه وابوه جايين يزوروه، وبيسمعهم من بعيد وهما بيتكلموا عن باقي البيت اللي هو عايش فيه، وبيسألهم سنان عن سبب الزيارة، فامه بتقوله ان هي هتشرح له الموضوع في وقت تاني، وبتاخد جوزها وبيمشوا. فجد سنان بيطلب منه ان هو يتمسك بالبيت ويرفض يبيع. وبالليل سنان بيصحي جده علشان يتعشى، ولكنه بيلاقي جده مات، وطبعا سنان بينهار لان هو كان بيعتبر جده واسرته الوحيده. وتاني يوم بتروح برج تصالح كمال، لكنه ما بيرضاش يتصالح، فبتلاحظ ان في حاجه مضايقاه وبتساله عن السبب، فبيسالها لو تعرف السبب اللي خلى الشله يرجعوا تاني للمدرسه، فبتقوله ان هي ما تعرفش. فبيحكي لها كمال عن السبب، فبتروح برج تتخانق مع عثمان لانه وافق هو وشلته ان هم يهينوا نفسهم بالشكل ده، وبتقوله ان هي هتقدم شكوى في المدير. فبيترجاها ان هي ما تعملش كده لان دي فرصتهم الوحيدة علشان يفضلوا في المدرسة. فبتروح برجو تقابل عشق وبتطلب منها تحكي لها ايه اللي حصل بالتفصيل. وبنرجع بالزمن لاربع شهور لورا، وقت لما الشلة رفضت تقول جواب الاعتذار واهانوا المدير، فقرر ان هو يطردهم كلهم. وفي يوم بعدها بتدخل مساعدة المدير عليه، وبتقول له ان طلاب المدرسة ما بقوش يعملوا له اي اعتبار، وطول الوقت بيعملوا مقالب فيه وبيسخروا منه من ساعة ما طرد الشلة.
الفيلا. فهنا المدير بتجيله فكرة وبيطلب من إيدا وعثمان وكريم وسنان ان هم يقولوا المكتب، ولما بيوصلوا بيقول لهم المدير ان هو موافق يرجعهم للمدرسة حتى لو هيستمروا في عمل المقالب وتخريب المدرسة، لكن على شرط واحد واللي هو انهم يكونوا العبيد بتوعه، يعني ينفذوا له اي طلب يطلبوا منهم حتى لو كان طلب مهين او هيجي على كرامتهم، لان المدرسة كلها لازم تعرف ان هو ذلهم بعد ما رجعهم تاني المدرسة. وطبعا كلهم بيرفضوا وبيستهزئوا بيه، فبيقول لهم ان هو هيطرد عشق من المدرسة لو رفضوا عرضه. وبالليل الشلة بتتجمع سوا وبيكونوا مش عارفين يقبلوا عرضه ولا يرفضوه، خاصة وانهم ورطوا عشق في المشاكل بتاعتهم وهي ملهاش اي ذنب علشان تطرد معاهم. وفي النهاية بيقرروا كلهم ان هم يوافقوا على عرض المدير علشان خاطر صاحبتهم. وفي الوقت الحالي بتكون عشق متضايقة جدا من المدير لان بسببه اصحابها بيتهانوا كل يوم، فبتقرر ان هي تنتقم منه. وفي الاثناء دي بيكون مدير التعليم الوطني في المدرسة، وطبعا الموضوع ده بيكون مهم جدا بالنسبة للمدير، فبتخرج عشق من الشباك وبتصب الوان على المدير وهو واقف يقول كلمته. وطبعا كل اللي واقفين بينصدموا من اللي هي عملته، فبتشتمهم عشق بافظع الشتايم وبصوت عالي، وبعدها بتنزل تحت وبتمشي وسط الطلبة وهي فخورة جدا باللي هي عملته. ولكن المدير بيقرر ان هو يطردها. وتاني يوم سنان بيدفن جده وبيكون حزين جدا على فراقه، وفي نفس الوقت ده بتروح عشق تعيش مع خالتها لان امها ما بقتش طايقاها في البيت من ساعة ما عرفت ان هي اتطردت من المدرسة. وبنرجع تاني لسنان وهو متفاجئ بزيارة عثمان وبيقول ان عشق في مشكلة ولازم يساعدوها. ولما الشلة بتتجمع قدام البيت عشق ما بترضاش تفتح لهم لان هي زعلانة منهم بسبب ان هم قبلوا على نفسهم ان هم يتهانوا، وبرضه بتكون زعلانة لان هي اتطردت بسببهم. فعثمان بيطلب منها ان هي تفتح البوابة علشان يعرفوا يتكلموا، وبالفعل عشق بتعمل كده. وبيفضلوا كلهم يفكروا في حل علشان يرجعوا عشق للمدرسة. فسنان بيقول لهم ان لو المدير الحالي ساب منصبه هيكون في امل كبير ان عشق ترجع للمدرسة. وتاني يوم بيروح كمال يتغدى مع المدير نجدت، وبيفضل المدير يشتكي له من اسلوب برجه معاه لان هي دايما بتعارضه في كل قراراته ومش بتلتزم بقوانين المدرسة. فبيقول له كمال ان هو يكون نائب المدير الجديد، فبيعجب المدير جدا بالفكرة وبيوافق عليها. وتاني يوم بيتم تكريم المتفوقين اللي نجحوا في الامتحان، فبتروح برج تقول للمدير ان تصنيف الطلاب على حسب مستوى ذكائهم مش عادل، لان الموضوع ده هيخلي الطلاب اللي ما نجحوش في الاختبار ما يثقوش في نفسهم، وهيخلي الطلاب المتفوقين يبصوا بتعالي للطلاب اللي اقل منهم. فبيسالها هي بتتكلم على اساس ايه، لان هي رفضت منصب نائب المدير يعني هي ملهاش حق تتكلم. فبتقول له ان هي بتتكلم على اساس ان هي مدرسه وخايفه على الطلبه بتوعها. فبيقول لها ان الحسن الحظ ان كمال بقى نائب المدير دلوقتي. فبتروح برج وتتخانق مع كمال لان هو اخذ المنصب، وبتكون متاكده ان نجدت هيأثر عليه علشان يمشي المدرسه بالطريقه اللي هو عاوزها، وبعدها بتسيبه وبتمشي. وفي الوقت ده المدير بيقابل الشله وبيفضل يسخر منهم كالعاده، فبيفاجئوه ان هم ما بقوش تحت رحمته خلاص لان عشق اتطردت من المدرسه. وفي الفصل بتدخل اليف وبتكون عاوزه تقعد جنب عثمان، لكنه بيسيب الديسك بتاعه وبيقعد بعيد عنها، وبيطلب منها تجيب له الموبايل بتاعه لان هو نسيه في الديسك. فاليف علشان تغيظه بتاخد الموبايل وبتديه للمدرسة علشان تسلمه له في نهاية اليوم الدراسي. وطبعا بيكون عثمان متضايق جدا من التصرف ده، لكنه ما بيبقاش فاهم ان هي بتعمل كده علشان معجبة بيه. وبالليل والد ووالدة سنان بيزوروا في البيت علشان يشوفوا هيقعد عند مين فيهم بعد وفاة جده، وبيكون كل واحد فيهم مش عاوز ياخده لان هم عندهم شغل وعيال تانيين وعاوزين يربوهم. فسنان بيقول لهم ان هو هيروح يعيش في بيت واحد صاحبه لان اهله مسافرين، لكن الحقيقة ان سنان بيكون هيعيش في بيت مهجور. وبالليل الشلة بتتجمع مع بعض علشان يشوفوا حل لمشكلة عش، فبيطلبوا من عثمان ان هو يروح يكلم اليف علشان تساعدهم لان والدها مدير التعليم الوطني. فبيقول لهم عثمان ان البنت دي بتكرهه جدا لكنه بيضطر يسمع كلامهم. وتاني يوم في المدرسة ايدا بتشوف سنان وهو ماسك عصفورة جده وقاعد حزين، فبتفهم على طول ان جده مات وبتقعد تواسيه. وبعدها بيروح عثمان يتكلم مع اليف وبيقول لها ان هم محتاجين مساعدتها علشان عشق ترجع للمدرسة، فبتوافق اليف بدون تردد. لكن المشكلة ان اهلها بيكونوا ناس صعبة ومش هيرضوا ان هم يخرجوها من البيت، فبيطلب منها تديله عنوان بيتها وهو هيهربها بنفسه. وبالليل بنشوف اليف بتتعشى مع اهلها وبيفضل ابوها يوبخها لان هي مش ملتزمة بدروس البيانو، فبتعتذر له اليف وبتطلع اوضتها علشان تبدأ عزف، لكن في الحقيقة ان هي بتشغل شريط عليه معزوفة بيانو، وبتفضل مستنية عثمان وقت طويل
طويلة علشان يهربها، وبنرجع للشلة بعد ما بيكونوا عرفوا الحوار اللي دار ما بين عثمان وإليف، فبيفهموا على طول ان هي معجبة بيه. وبعد دقايق إيدا بتوصل عند إليف وبتقول لها ان هي صاحبة عثمان، وبيهربوا هما الاتنين سوا وبيروحوا يقابلوا الشلة، وبيتفقوا سوا ان هما لازم يخلوا مدرس الجغرافيا اللي اسمه رفيق هو المدير الجديد. وبتفضل إيدا تهزر مع عثمان فبتتضايق إليف، لكن كريم بيطمنها ان إيدا تبقى حبيبته وعثمان اساسا مش مرتبط. وبعد شوية سنان بيروح يقف لوحده، فإيدا بتقول للشلة ان جده مات وعلشان كده هو مكتئب الايام دي، لكن هو مرضيش يقول لحد فيهم، فبتنصدم عشق لان هو ما قالهاش موضوع مهم زي ده. وبعدها بتروح إيدا تقابل بورجو، واللي بتكون زعلانة منها لان هي قبلت تتهان علشان تفضل في المدرسة، فبورجو بتقول لها ان ما كانش في حل تاني، وبتنهار من العياط وبتقول لها ان كل حاجة بتعملها بحسن نية بتفشل وبتكون مش عارفة تتصرف ازاي. فبتسألها إيدا هي المفروض تهدى ازاي بعد ما عشق اتطردت بسبب صحابها، بعد ما كانت عشق في فصل المتفوقين. فبرجو بتوعدها ان هي هتساعدها مهما حصل. وبالليل بيروح سنان يذاكر مع عشق، وبتكون لسه زعلانه منه بسبب ان هو وافق على طلب المدير، وبيسالها المفروض يعمل ايه علشان تسامحه. فبتساله عن صحه جده، فبيقول لها ان هو كويس. فعشق بتقول له ان المذاكره خلصت وبتطلب منه يمشي. وبعدها بيرجع سنان لشقته المهجوره، وبيفضل يشرب لوحده طول الليل وبيولع شمعه علشان يحاول يدفي نفسه لكنه بيفشل. وتاني يوم إليف بتقول لابوها ان هي هتتدرب اكتر على البيانو، لكن بشرطه هو انه يخلي الاستاذ رفيق المدير الجديد للمدرسه. وفي نفس الوقت بتروح برجو تقابل رفيق وبتقول له ان انتخابات المدير الجديد قربت، وبتكون شايفه ان هو اكتر واحد يستحق المنصب، وبتطلب منه يترشح للمنصب فبيوافق. وبنرجع تاني لوالد إليف وهو بيقول لها ان هو هيدعم رفيق لو رشح نفسه للمنصب. وفي الوقت الحاضر عشق بتفتح الباب علشان تشوف مين اللي جاي يزورهم، وبتتفاجئ بواحد من الشله القديمه لكن مش بيكون واضح لسه هو مين. وبنرجع تاني للماضي وبنشوف ان برجو ضمت فصول المتفوقين على فصول باقي الطلبه علشان ما تحسسهمش ان في فرق بينهم، وبتقول لهم ان من النهارده كل حصصها هتكون بالشكل ده لان ما فيش حد احسن من التاني. وطبعا المدير لما بيعرف الكلام ده بيتعصب جدا، وبيروح يقابل توبة بعد ما ترقت لمنصب نائب المدير التاني، وبيحكي لها اللي حصل وبيطلب منها توبخ برجو بعد ما حصتها تخلص، وبيسيبها المدير وبيمشي. فبتقترح توبة على كمال ان هو يوبخها بنفسه بما ان هم انفصلوا عن بعض، وكمال بيوافق. وبعدها بتنادي استاذة اسمها سوزان على إليف، وبتفضل تمدح فيها بسبب ذكائها وتفوقها. فبتسألها المدرسة لو هي فعلا مصاحبة شخص زي عثمان، فبيقول لها عثمان ان هم اصحاب جدا وان هو عاوز يعمل المشروع معاها. فبتتحمس إليف للفكرة وبتوافق عليها فورا، وبيتفق عثمان معاها ان هو هيجي لبيتها الساعة 7 بالليل علشان يبدأوا في المشروع. ولما بترجع إليف للبيت بتبدأ تظبط في اوضتها وبتحط بندق لان هي عارفة ان عثمان بيحبه. ولما ابوها بيشوف البندق بيزعق لها لان هي عندها حساسية من البندق، لكنها بتقول له ان هي جايباه لصاحبها اللي هيجي يذاكر معاها النهاردة. وبتفضل إليف مستنياه طول الليل علشان يجي لكنه ما بيجيش، فبتزعل جدا وبتتضايق. وتاني يوم في المدرسة بتروح إليف توبخ عثمان لان هو ما جاش، وبتسأله هو عمل كده ليه، فبيقول لها ان هو عمل كده بس علشان الاستاذة سوزان تعرف ان هو بيذاكر وتبطل تعايره وتقول له ان هو فاشل. فإليف بتزعل جدا لان هو استغلها، وبتقول له ان كده مهمتها خلصت لان قريب جدا الاستاذ رفيق هيبقى مدير، وبتطلب منه ما يكلمهاش تاني وبتسيبه وبتمشي. ولما بتخلص برجو حصتها بتروح لمكتب كمال علشان يوبخها، لان هو بيقول لها ان هو هيتغاضى عن الموضوع المره دي لو وعدته ان هي مش هتكرره. فبتقول له برجو ان هي هتكرره وبتسيبه وبتمشي. وطبعا توبة بتتغاظ جدا ان هو ما وبخهاش، فبتروح وراها وبتحاول توقع بينها وبين كمال، وبتقول لها ان هي حاسه ان هو بيتلاعب بيهم هما الاتنين، وبتطلب منها تاخد حذرها من كمال لان هو مش سهل وبتاع بنات. وفي الوقت ده نجدت بيعرف ان رفيق قدم لمنصب المدير، فبيدخل عليه مكتبه وبيقترح عليه ان هو ياخد منصب نائب المدير لان هو من شويه طرد توبة من منصبها. فرفيق بيقول له ان هو بعت ورقه بالفعل للمديريه وان هم اعداء دلوقتي، فنجدت بيقول له ان هم مش اعداء ولا حاجه وان كل اللي هو بيعمله ده علشان مصلحه المدرسه وهو اكتر واحد يستحق منصب نائب المدير التاني بجداره. فبيعجب رفيق بالفكره وبيضطر ان هو يوافق.
وبتعدي الايام وبنشوف ان السنان وعشقة صالحه وعلاقتهم رجعت زي الاول. وفي يوم كريم بياخد ايده لورشة رسم فبتسأله هو جايبها هنا ليه، فبيقولها ان هي لازم تحسن من قدراتها في الرسم علشان تتقبل في اختبار كلية الفنون الجميلة، لان اهم حاجة عنده ان هو يشوفها بتحقق حلمها. وبيوعدها ان هو هيجيبها بنفسه للورشة كل يوم علشان يتأكد ان هي هتلتزم. فطبعا ايده بتفرح جدا ان هو بيفكر فيها وفي مستقبلها. وبالليل بيكون كمال بيتمشى في الشارع وبيشوف الكلب بتاع سنان قدام بيت مهجور، فبيدخل للبيت وبيلاقيه متهالك وغير صالح للمعيشة. وبيفتش فيه وبيلاقي كل حاجة سنان، فبيفهم ان هو عايش هنا وطبعا بيزعل جدا. ولما بيرجع كمال للبيت بيكسر المكتبة بتاعته وبياخد منها جزء مهم وبيخبيه. ولما بيوصل للمدرسة بيستدعي سنان وبيقوله ان المكتبة بتاعته اتكسرت وبيطلب منه يصلحها له، لكنه بيعرفه ان تصلحها هياخد وقت كبير ولازم يفضل عايش في بيته طول الفترة دي لحد ما تتصلح. فبيوافق سنان على طول. وبنعرف ان كمال عمل كده علشان ما يحرجوش وما يقولوش ان هو عارف ان هو عايش في بيت مهجور. وبالليل بيوصل سنان لبيت كمال وبيطلب منه كمال ياخد راحته في البيت لانه نازل مشوار مع اصحابه. ولما بيرجع كمال للبيت بيلاقي سنان مرهق جدا وتعبان ونايم، فبيغطيه وبيسيبه نايم. وتاني يوم في المدرسة بتعلن المدرسة ان إليف جابت اعلى درجة في المشروع، فبتتعصب إليف وبتسيب الحصة وبتنزل تعزف بيانو بشكل احترافي وبتفضل تطلع كل غضبها من عثمان في العزف. ووقتها كل الطلبة بيتلموا حواليها وبيكونوا منبهرين من عزفها، حتى عثمان بيكون متفاجئ جدا. وبعدها كمال بيستدعي برج المكتب لان هي خرقت القوانين مره تانيه، فبتقوله ان هو عمره ما هيفهم ان هي بتعمل كده علشان مصلحه الطلاب لان هو اساسا عمره ما اهتم بمشاعر حد. فبيتضايق كمال من كلامها وبيقرر يوقفها عن العمل بشكل مؤقت. وبعد المدرسه بتوصل ايدها لورشه الرسم وبتفضل المدرسه تزعق لها وتهينها جامد لان هي غابت الحصه اللي فاتت لانها في الوقت ده كانت مع كريم. وبعد الورشه بتروح ايدها تحكي لكريم على اللي حصل وهي منهاره، فبيهديها كريم. وبالليل بيروح كريم يقابل ايده وبيقولها ان هو بيأثر على مستقبلها بشكل سلبي وحلمه الوحيد ان هو يشوفها رسامة ناجحة ومشهورة، وبيعتذر لها ان هما لازم ينفصلوا عن بعض لان القرار ده هيكون في مصلحتها. فبتنهار ايده من العياط وبيسيبها كريم وبيكون منهار اكتر منها. وتاني يوم الشلة بتعرف ان نجدة اتلفق تهمة فساد لرفيق وطرده من المدرسة علشان ما يحاولش ياخد منصب المدير مرة تانية، فبسرعة الشلة بتتحرك على بيت عشق وبيبلغها سنان بالخبر. وطبعا عشق بتتعصب جدا لان هو ادالها امل في الرجوع للمدرسة لكنه خلف بوعده، وبتطلب منه يمشي من قدامها لان هي مش عاوزة تشوفه تاني. فالشلة بيطلبوا منها ان هي تهدى وهم هيلاقوا الحل المناسب. فعشق بتقول لهم ان هي ما طلبتش مساعدتهم من الاول وبتطلب منهم يخرجوا بره حياتها لانهم دمروها. وبعدها بتسيبهم عشق وبتمشي. فبينهار سنان من العياط واصحابه كلهم بيحضنوه. وبعدها بيرجع سنان لبيت كمال وفجأة الباب بيخبط، فبيروح كمال يفتح وبيلاقيها برجه وبتقول له ان هي محتاجة تتكلم معاه شوية. وبتلاحظ ان سنان موجود في بيته فبتسأله هو بيعمل ايه هنا، فبيقول لها ان هو جابه علشان يعيش معاه لان هو كان عايش في بيت مهجور وغير صالح للمعيشة. وبيسألها هي كانت جاية ليه، فبتتوتر وبتقول له ان هي كانت جاية تكلمه في شوية امور عن المدرسة. فكمال بيطلب منها تبطل استعباط لان هي كانت جاية هنا علشان تتكلم عن علاقتهم. وبيسألها هي ليه مصممة تنكر حبها ليه، فبتقول له ان هي فعلا غلطت لما جت هنا وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بترجع ايده تزور برجه في بيتها لان هي محتاجة تتكلم معها في شوية مشاكل، لكن اللي بيحصل ان برجه هي اللي بتفضل تشتكي لها من كمال وبتكون زعلانة جدا لان هو بقى بيعاملها ببرود من ساعة ما انفصلوا. وبالنسبة لكمال فبيقعد مع سنان وبيحكي له عن برجه وبيقول له ان هي ما بتتكلمش معاه غير عن المدرسة. فبيقول له سنان ان هي بتستخدم المدرسة حجة علشان تيجي تشوفه لان هي مكسوفة تقول مشاعرها الحقيقية ناحيته. وبيسأله سنان ايه العيوب اللي فيها اللي هو عاوز يغيرها، فبيقول له ان هي بتشك فيه باستمرار. فسنان بيطلب منه يبطل يصدها كل شوية وان هو يدعمها. وبالنسبة لبرجه فبتقول لإيدا ان هي مش حاسة معاه بالامان، فإيدا بتقول لها ان هي خايفة ان هو يتخلى عنها وده سبب عدم شعورها بالامان. وبتطلب منها تثق في نفسها وتواجهه بحقيقة مشاعرها بدون خوف. وتاني يوم في المدرسة عثمان بيلمح إليف من بعيد، فبيفضل مركز معاها وبيكون واضح ان هو معجب بيها ولكن خايف يقول لها. وبعدها بيدخل عثمان للفصل وما بيعديش 5 دقايق وبيقول للمدرسة ان هو عاوز يخرج. فبتسأله المدرسة عن السبب، فبيقول لها ان مفيش في دماغه كذبة جديدة علشان يقولها المرة دي. فالمدرسة بتطلب منه يمشي لان كده كده وجوده زي عدمه. وبتعدي الايام
وبنشوف ان ايدا التزمت في ورشة الرسم وبقت بتطلع كل غضبها من كريم في الرسم، لدرجة ان هي بترسم لوحة جميلة جدا وبتعجب المدرسة بتاعتها وبتطلب منها تفضل على نفس المستوى ده دايما. وبالليل بيروح كريم يلعب كرة لوحده وبيتخيل ايدا موجودة معاه، وبيكون واضح ان هو مفتقدها جدا. وبالليل بيوصل سنان قدام بيت عيش وبتشوفه عشق من الشباك لكنها ما بترضاش تفتح له، وبيفضل سنان يجي لها قدام البيت بتاعها كل يوم لكنها ما بتفتحلوش. وفي يوم عثمان بيجمع الشلة كلها ومعهم إليف وبيتفقوا سوا ان هم يصالحوا عشق النهاردة، ولكن سنان بيقول له ان هو حاول قبلهم وما رضيتش تفتح له. وبعدها ايدا بتاخد الشلة على جنب علشان يسيبوا عثمان وإليف واقفين سوا، وبيكون عثمان مكسوف جدا فبيقول لها ان هو سمع عزفها واعجب بيه جدا، وبعدها بيسيبها وبيمشي. وبالليل بتروح إليف تزور عشق وبتدخلها عشق لبيتها، وبتفهمها إليف ان اصحابها قلقانين عليها جدا وبيحبوها، وبتسألها عشق لو هي معجبة بعثمان، فما بتقدرش إليف ان هي تنكر. وبتسألها إليف هي عرفت امتى ان هي بتحب سنان، فبتقولها ان هي لما بتوصل للمدرسة بتفضل تدور عليه في كل مكان علشان يبصلها بس، وبتفضل تسأل نفسها لو هو بيحبها فعلا، وده كله مجرد وهم في دماغها، وبتحس ان هي منفصلة تماما عن العالم وكل تفكيرها بس بيكون في الشخص اللي هي بتحبه. ولما بيكون بعيد عنها بتكون دي اصعب فترة في حياتها، لان هي ما بتبطلش تفكير فيه طول الوقت. وبعدها بتنزل عشق مع إليف علشان يقابلوا الشلة، وبيفضلوا يتكلموا سوا في مواضيع عشوائية، فسنان بيزعق لهم وبيقول لهم ان هم جايين هنا علشان يشوفوا حل لمشكلة صاحبتهم، فايدا بتطلب منه يهدى، فبيقول لها ان هي اساسا مش مهتمة بالمشكلة، فايدا بتزعق له وبتقول له ان هي اكتر واحدة مهتمة بيه. وبعدها سنان بيمشي وكمان ايدا وعثمان بيمشوا. وبالليل لما بيرجع كمان للبيت بيلاقي سنان مستنيه، وبيقول له ان هو عارف ان القطعة الناقصة من المكتبة معاه، وان هو ما كانش متصور ان هو بيكذب عليه طول الفترة دي. وبياخد سنان الكلب بتاعه وبيرجع لبيته المهجور. وبعدها بتروح طوبة تزور برجو في بيتها، وبتعترف لها ان هي عملت علاقة مع كمال، لكن برجو بتقول لها ان هي كذابة وان هي عرفت ان هي بتعمل الحركات الرخيصة دي علشان توقع بينها وبينه، وبتطلب منها تطلع بره بيتها. وفي يوم الشلة كلها بتتجمع سوا، وبيقول لهم عثمان ان هم لازم يحطوا نجدت في موقف سيء ومحرج، وساعتها كل الناس هيلوموا نجدت ويطردوه من المدرسة. وبعدها بتروح عشق تقف مع سنان وبتقول له ان هي محتاجة يذاكر لها، فسنان بيفرح جدا وبيوافق. وفي الوقت ده برجو بتلبس فستان جميل وبتروح تقابل كمال، وبتقول له ان هي عارفة ان هي كانت مترددة في موضوع علاقتهم لكنها متأكدة دلوقتي ان هي عاوزة تكون معاه. وفجأة هما الاتنين بيقربوا من بعض، وبتتفاجئ برجو ان اصحابه موجودين في بيته، فكمال بيعرفهم على برجو وبيقول لهم ان هي تبقى حبيبته، فبيسألها واحد من اصحابه لو هي مسافرة معاه محافظة كرشيكا، فبرجو بتستغرب هنا لان هي ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده، فبياخدها كمال على جنب وبيقول لها ان هو جاله عقد وهيدرب فريق نادي كرشيكا، وبيحلف لها ان هو اخد الخطوة دي لما كانوا منفصلين عن بعض، وبيأكد لها ان هما لو كانوا مرتبطين ساعتها كان هيرفض العرض ده، فبرجو بتقول له ان هو لازم يروح، فبيقول لها ان هو كان فاكر ان هي هتتمسك بيه اكتر من كده، فبتقول له ان هو وقع العقد بالفعل، ده غير ان هي عارفة ان هو مش مبسوط بوجوده في المدرسة ومش هتقدر تطلب منه ان هو يتخلى عن حلمه علشان يفضل جنبها. وبتقول له هي بتعيط ان هي قضت وقت جميل معاه، ولكن يمكن ده الوقت المناسب علشان يمشي زي ما كل الناس اللي في حياتها مشيوا. وبتمشي برجو وهي منهارة من العياط، ولما بترجع ايدا للبيت بتلاقي اهلها قاعدين مع العريس اللي عاوز يتقدم لها، فبتنصدم ايدا لان محدش فيهم اخد رأيها، وبتدخل الاوضة وبتلاقي امها جاية وراها وبتقول لها ان العريس غني جدا وكمان هيدخلها كلية فنون جميلة في احسن جامعة في نيويورك، وبتطلب منها تفكر في الموضوع. وبعدها بتروح ايدا تحكي لسنان على موضوع العريس، فبيقول لها ان اهلها ناس انانيين جدا وملهمش الحق في انهم يجبروها على الجوازة، فبتقول له ان في الاول وفي الاخر دول اهلها ولازم تحبهم، لكنها متضايقة جدا من تصرفاتهم، والمشكلة ان هم فاكرين ان الجوازة دي في مصلحتها ومحدش فيهم سألها عن مشاعرها ولو هي بتحب العريس ده ولا لا. وتاني يوم في المدرسة عثمان بيجيب عربية موس كبيرة وبيوزعها على كل طلبة المدرسة، لكنه بيفهمهم ان المدير هو اللي جاب لهم الموس ده، وطبعا الطلاب بيكونوا مبسوطين لان المدير عمره ما كان باللطافة دي. وبعد المدرسة الشلة كلها بتتجمع سوا وبيوزع عثمان عليهم بندق، وبعد شوية الشلة بتمشي ومش بيتبقى غير عشق وإليف، فبتسألها عشق لو هي مش بتحب البندق لان هي لاحظت ان هي ما كلتش منه. وبالليل بتتصل عشق على عثمان وبتقوله ان إليف عندها حساسية شديدة من البندق وبمجرد حتى ما تمسكه ممكن تموت، فبيروح عثمان يقف قدام
قدام بيت إليف وبيسمعها وهي بتعزف، وبيكون مندمج جدا مع عزفها، وبيكون واضح كده انه هو وقع في حبها. وتاني يوم في المدرسة بتدخل برجل الفصل وبتسأل الطلاب مين قرى رواية الحب وشياطين اخرى، فإليف بتقول لها ان هي قرتها السنة اللي فاتت، فبتسألها برجل الرواية بتتكلم عن ايه، فبتقول لها فكرة الرواية، وبتقول لها ان هي بتتكلم عن ازاي الحب بيقدر يغير كيان الانسان، وبتقول لها ان كان في اقتباس في الرواية بيقول ان ساعات الانسان بيحس ان هو ممسوس او تحت تأثير تعويزة، لكنه في الحقيقة بيكون واقع في الحب. فبرجو بتسألهم لو هم متفقين مع كلام الرواية، فعثمان بيقول لها ان الحب صعب تميزه في الاول لانه احيانا بيكون مؤذي، فبتقول له إليف ان الحب جميل جدا، لكن الشخص لازم يكتشف بنفسه مدى جماله لان الحب بيخلينا سعداء طول الوقت. فبيبص عثمان لإليف وبيبتسم لها. وتاني يوم بيوصل طلبية سندوتشات للمدرسة كلها تحت اسم نجدة، وطبعا عثمان بيكون هو اللي جايبها، وبيلاحظ نجدة ان الطلاب سعداء جدا وبيشكروه على الاكل اللي هو جابه لهم، فبيقول لهم ان دي اقل خدمة يقدر يقدمها، وطبعا بيكون ما عندوش اي فكرة عن اللي بيحصل لكنه بيعيش الدور وخلاص. فبيروح نجدة يسأل واحد من الموظفين مين اللي بيجيب الاكل ده، فبيقول له ان هو فاعل خير ومش بيرضى يقول اسمه. فبيمشي نجدة بفخر وسط المدرسة على اساس ان هو اللي جايب لهم السندوتشات والموز. وبالليل بيروح سنان يقول لكريم ان ايه ده هتتخطب النهارده، فبسرعه بيتحرك كريم على بيتها وبيهربها من الشباك، وبيروحوا يقضوا طول اليوم على البحر، وبيكونوا سعداء جدا ان هم رجعوا لبعض تاني. وبعد ما بيخلصوا بيأجروا اوضه في فندق وبيقعدوا فيها سوا. وبالليل بنشوف سنان بيذاكر لعشق وبيعترف لها اخيرا ان جده مات، فبتساله عن شعوره دلوقتي، فبيقول لها ان هو مش بيحب يتكلم في الموضوع ده، فبتقول له ان ما ينفعش كل لما تساله على حاجه خاصه بيه يغير الموضوع لان ده هيأثر على علاقتهم، وبتحس عشق ان هو زعل من كلامها، فبتغير الموضوع وبتسأله هو عايش فين دلوقتي، فبيكذب عليها وبيقول لها ان هو عايش مع ابوه، فبتفرح جدا لان هو بالشكل ده هيحسن علاقته مع اهله، وفجأة بيقربوا هما الاتنين من بعض. وبعد فترة بيلاحظ نجدة ان الطلاب ما بقوش طايقينه وبيكون مش فاهم السبب، فبيروح يسأل الموظفين هو ايه اللي بيحصل بالظبط، فبيقولوا له ان الطلاب متضايقين لان هو بطل يجيب لهم اكل. وفجأة كل اولياء الامور بيقتحموا مكتب نجدة وبيفضلوا يزعقوا له لان هو بطل يجيب اكل لاولادهم، وبيفهموا ان هم داخلين على فترة امتحانات والاكل هيساعدهم على التركيز وكمان هيرفع من روحهم المعنوية، وبيهددوا ان هم هيشتكوا للادارة التعليمية. وبالليل عثمان بياخد إليف في ميعاد غرامي على المركب وبيعترف لها ان هو بيحبها وبيقربوا من بعض الاتنين. وفي اليوم اللي بعده بتتصل والدة ايدا عليها وبتفضل توبخها لان هي هربت من البيت، فبتعتذر لها ايدا وبتوعدها ان هي هترجع قريب. وبعدها كريم بيسألها عن اخبار المكالمة، فبتقول له ان امها قفلت السكة في وشها ولازم يرجعوا البيت النهاردة علشان ما تحصلش مشكلة كبيرة، فبيقول لها كريم ان هو هياخدها المكان جميل قبل ما يرجعوا. وبيروحوا هما الاتنين يقعدوا قدام الشط وبيعرض عليها كريم الجواز، وبيقول لها ان هو كان بيشتغل عامل على الشط السنة اللي فاتت وهيرجع تاني للشغل علشان يجيب مصاريف الجواز. وبيجيب كريم حديدة صغيرة على شكل خاتم وبيقعد على ركبته وبيسألها لو تقبل تتجوزه، فايدة بتفرح جدا وبتقول له ان هي موافقة. وفي الوقت الحاضر بنعرف ان الشخص اللي وصل عند ايدا وعشق هو كريم، واول ما عشق بتشوفه بتحضنه، وبعدها بيروح يسلم على ايدا وبيحضنها وبيوريها كريم ان ايده ما فيهاش دبله، وهي كمان بتوري ان ايديها ما فيهاش دبله، وده معناه ان هما لسه ما اتجوزوش لحد دلوقتي. وبنرجع تاني للماضي وبنشوف إليف بعد ما شغلت مسجل عليه معزوفة بيانو علشان ابوها يفهم ان هي بتعزف في اوضتها، وبعدها بتهرب وبتفضل قاعده مع عثمان قدام البيت، وبيديها عثمان سلسله جميله جدا فبتفرح إليف بيها وبتشكره، وبتقوله ان هي عاوزاه يخبيها في جيبه علشان تضمن ان هي تكون معاه طول الوقت. وفي نفس الوقت بيلاحظ والد إليف ان هي بطلت تعزف، وده لان الشريط بيكون خلص، ولما بيطلع اوضتها مش بيلاقيها فبيتعصب جدا وبينادي عليها بصوت عالي وإليف بتسمعه. وتاني يوم ايدا وكريم وعثمان وسنان بيتقابلوا في محل مخلل، وبيلاحظوا ان عثمان متضايق جدا فبيسالوه حصل ايه لكنه ما بيرضاش يقول لهم. وبعدها بيكون كمال خلص تدريب فرقته وبيجي الرئيس بتاعه وبيطلب منه يطرد اللاعب نهاد من الفريق لان هو مش كفء ومستواه هيأثر على باقي اللعيبه. فبيفكر كمال في كلام برجو لما قالت له انهم لازم يدوا فرصه تانيه للشله لان الملفات بتاعتهم مش مكتوب فيها حقيقتهم ويمكن يكون كل واحد فيهم عنده موهبه مستخبيه. فبيقول كمال الكلام ده للرئيس بتاعه وبيقول له ان هو لازم يدي فرصه تانيه للاعب. وفي نفس الوقت بيروح تنجاي يزور برجو مع مراته الجديده فبتساله عن سبب الزياره، فبيقول لها ان هم كانوا في اسطنبول وحب ان هو يعرفها على
مراته وبيقول لها كمان ان هي حامل، فبرجو بتبارك لهم، فبيقول لها تونجاي ان هو بيتمنى ليها تلاقي شريك حياتها اللي تخلف منه، فبتقول له برجو بسخرية ان هي كل يوم بتدعي ربنا ان هي تتجوز حتى لو الشخص اللي هي هتتجوزه ده ما بتحبوش علشان تخدمه هو وعياله، ومش مهم مستقبلها ولا الكارير بتاعها اللي بتبني فيه بقالها سنين طويلة. فبيقول لها تونجاي ان هي اكيد بتهزر، فبرجو بتقول له ان هي ما بتهزرش لان هي المفروض فعلا تهدم كل اللي هي بنته من سنين علشان تفكر في الجواز والخلفة وتستحمل اسئلة الناس السخيفة زي هتخلفي امتى ومرتب جوزك كام وليه مش بترضعي طبيعي وخلي بالك من وزنك. وطبعا محدش هيسألها لو هي بتحب الشخص اللي هي متجوزة ولا لا، لان الناس ما بتهتمش غير بالتقاليد التافهة اللي المجتمع فرضها عليهم. فتونجاي بيطلب من مراته تقوم علشان يمشوا، فبرجو بتقول له ما يكررش الزيارة تاني وبتطرده من البيت. وتاني يوم بنشوف إليف قاعدة بتعيط في اوضتها لان ابوها عاقبها وحبسها في البيت، فامها بتدخل عليها وبتقول لها ان ابوها ادها اجازة من المدرسة لحد يوم مسابقة البيانو. فإليف بتقول لها ان هي ما غلطتش وكانت عاوزة تشم شوية هواء، فبتقول لها امها ان ده مش وقته وان هي لازم تركز في التدريب لان الناس هتيجي من كل حتة في العالم علشان يشوفوها وهي بتعزف. وبالليل بيلاحظ سنان ان الكلب بتاعه مريض جدا، فبياخدوا العيادة بيطرية علشان يكشف عليه، وبيكتشف ان هو مصاب بالسرطان وفي حالة متأخرة وده حصل بسبب كبر سنه، والحل الوحيد هو القتل الرحيم. وطبعا سنان بينهار تماما لان الكلب ده معاه من هو صغير ومش هيستحمل فكرة ان هو يخسره، فبياخد الكلب بتاعه وبيمشي. ولما بترجع ايدا للبيت بتقول لامها ان هي هتتجوز كريم، فامها بتفرح لان كريم ده شخص غني وبتقول لها ان كريم ماسك كل شغل ابوه، فايدا بتقول لها ان ده مستحيل لان كريم قال لها ان هو كان شغال عامل على الشاطئ، لكن امها بتاكد لها ان هي واثقه من كلامها. فطبعا ايدا بتنصدم لان هو كذب عليها. وبالليل بتروح ايدا تقابل الشله وبتلاقيهم بيتكلموا عن خوفهم من الامتحانات، فبيقول لهم كريم ما يضغطوش على نفسهم في المذاكره لان مش مهم دخول الجامعه. فايدا بتقول له ان مش كل الناس اثرياء زيه وبيعتمدوا على فلوس ابوهم، فبيسالها لو هي تقصد ان هو مش بيذاكر علشان بيعتمد على ثروه ابوه، وبتقول له ان هو مش شبههم ولا عمره هيكون واحد منهم لان هو اغنى منهم بكتير. وبتتعصب ايدا وبتقول لكل اللي موجودين ان هي من النهارده هتذاكر باجتهاد علشان محدش يجي يقول لها ان هي بنت جميله وتستحق تتجوز راجل غني، ومن النهارده مش هتسمح لاي حد يتدخل في قراراتها ولا يحاول يساعدها. واخر حاجه بتقولها لكريم ان هي مش هتتجوزه ابدا، وبتسيبهم وبتمشي. وفي الوقت الحاضر بنشوف ايدا وكريم وعشق قاعدين سوا، وبنعرف ان كريم بقى محامي مشهور، وبتتوتر ايدا من وجوده فبتدخل تقف جوه لوحدها، فبيروح وراها وبيقول لها ان شكلها ما اتغيرش عن زمان، وسمع كمان ان هي بقت رسامه مشهوره في نيويورك. وفجاه بيقرب منها كريم وبيحط ايده على وشها برومانسيه. وبنرجع للماضي تاني وبيكون كمال بيتصل على برجو وبيقول لها ان هي وحشته جدا، فبرجو بتعيط وبتقول له ان هو كمان وحشها، فبيسالها لو ينفع يكلمها كل يوم، فبتقول له ان هي هتكون سعيده لو عمل كده. وبتعدي الايام وبنشوف ان هم فعلا بقوا بيتكلموا سوا كل يوم، وده خلاهم يقربوا من بعض اكتر وعلاقتهم تكون اقوى. وفي يوم بنشوف إليف بتعزف في اوضتها لحد ما ايديها بتوجعها جدا، فابوها بيقول لها ان في طالب من فلورنسا اتقبل في الاكاديميه وهو مش احسن منها، وبيطلب منها تركز على العزف في الحفله لان فوزها هيخليها نجمه. وبتدخل امها عليهم وبتقول لجوزها يراقب بنتهم طول الوقت حتى وهي بتاكل لان هي بتتعمد تاخد وقت طويل في الاكل علشان ما تعزفش، وبعدها بيسيبوها وبيمشوا. وبعد شويه بتروح إليف للمطبخ وبتحط ايديها الاثنين على الحله السخنه. وبعد ايام بيكون كريم بيلعب ماتش كره سله وفجاه بيفقد اعصابه وبيضرب واحد من اللعيبه، فبسرعه عثمان بيتدخل وبيوقفه. وبعدها بيقعدوا سوا هما الاثنين وبيقول له كريم ان ايدا معاها حق ولازم نهتم بدراستنا، فعثمان بيطلب منه يبدا يدرس من النهارده، فكريم بيقول له ان هو حاول وفشل لان هو كل ما يبص في كتاب بيحس ان هو عاوز يرجع، فعثمان بيطلع من جيبه حلويات وبيدي له واحده، فبيستغرب كريم وبيساله عن البندق اللي دايما بيكون موجود في جيبه، فبيقول له ان هو زهق منه، لكنه في الحقيقه بدل البندق بالحلويات لان إليف عندها حساسيه من البندق. وتاني يوم في المدرسه نجدت بيجيب اكل للطلاب كلهم، ولما بيوصل عثمان للمدرسه بيسال الحارس ايه اللي حصل، فبيقول له ان المدير مش عاوز يديهم رواتبهم لان الميزانيه ما كفتش لما جاب اكل للطلبه. وفي نفس الوقت بتوصل إليف للمدرسه وايديها الاثنين مربوطين، وبيكون واضح ان هي حرقت ايديها بالقصد علشان تعاند مع اهلها وما تعزفش في الحفله. وبعدها بيروح كريم يقابل سنان ورا المدرسه وبيساله ايه اللي مزعله لان هو ملاحظ ان هو مكتئب بقاله فتره، ولكن سنان ما بيرضاش يقول له حاجه. وبتوصل
الايد عندهم، ولما كريم بيشوفها بيفرح جدا وبيسألها عن احوالها، فبترد عليه ببرود وبتطلب منه يركز في مشكلة عيش. وبعدها بيوصل عثمان عندهم وبيبلغهم ان نجدت بيتلاعب بميزانية المدرسة ومش راضي يدي الموظفين رواتبهم علشان يجيب اكل للطلبة، والدليل ده هيكون كافي علشان يتم طرده من المدرسة. فاصحابه بيفرحوا جدا، وبعدها بيقولوا له ان اليف رجعت المدرسة، فبيروح عثمان علشان يشوفها وبيعرف منها ان هي حرقت ايديها علشان ما تعزفش في الحفلة. فبيروح عثمان يقعد مع اليف وبيسألها لو هي بتحب العزف، فبتقول له ان هي كانت بتحبه جدا من وهي صغيره لكنها كرهته لما كبرت بسبب ضغط اهلها عليها. فبيقول لها ان احيانا الاباء والامهات بيتصرفوا بشكل غلط، لكنهم بيكونوا فاكرين ان هما بيعملوا لمصلحه ولادهم، وبيطلب منها ما تتخلاش عن عزف البيانو وتعزف علشان نفسها مش عشان حد تاني، لان هو شايف في عينيها حبها لعزف البيانو. وبيقول لها ان فاضل وقت طويل على ميعاد الحفله ولازم تحط كريمات باستمرار على ايديها علشان تخف بسرعة وتفوز في الحفلة. فبتقتنع اليف بكلامه، وبتعد الايام وبنشوف ان ايدا لسه مستمرة في المذاكرة، وعثمان واليف بيقضوا معظم وقتهم سوا زي سنان وعيش. وبالنسبة لكريم بيكون لسه مستمر في لعب كرة السلة، وفي الوقت الحاضر بيلاحظ كريم ان عيش بصله ومبتسمة، فبيسألها عن السبب، فبتقوله ان هي ما كانتش متخيلة ان هو هيكون محامي، ولكن الموضوع منطقي لان هو قال لها مرة زمان ان هو بيحب العدالة. فبيقول لها كريم ان هو حاسس ان هي فخورة بيه كأن هو ابن اختها الصغير. فبتضحك عشق وبتسأله هو ليه لسه ما اتجوزش لحد دلوقتي، فبيقول لها ان هو ما قدرش ينسى ايدا ومش متخيل نفسه مع بنت غيرها. وبنرجع تاني للماضي وبنشوف اليف على المسرح وبتستعد علشان تعزف في الحفلة، وبيكون عثمان مراقبها من ورا المسرح، ولكن اول ما اليف بتبدأ تعزف بتتوتر وبتوقف عزف، لكنها بتفتكر كلام عثمان لما طلب منها تعزف علشان نفسها مش علشان حد تاني، وبتبدأ في العزف تاني بشكل احترافي، وبيكون الجمهور كله منبهر بيها. واول ما بتخلص عزف الجمهور كله بيسقف لها بحرارة وبيعيط عثمان من كتر فرحته بيها. وتاني يوم بيوصل تلاتة من الوزارة عند نجدت، وبيكون من ضمنهم والد اليف، وبيتهموا ان هو مش بيدي الموظفين رواتبهم واستخدم فلوس الموظفين علشان يجيب بيها اكل لطلبة. فكالعادة نجدت بيكذب وبيقول لهم ان هو لازم يعترف لهم بسر خطير، وبيقول لهم ان ابو اليف طلب منه يعامل بنته بتمييز عن باقي الطلبة، وكمان طلب منه ان هو يعمل لها غرفة موسيقى خاصة بيها ويشتري لها بيانو على حساب المدرسة، وعلشان كده ميزانية المدرسة ما كفتش ان هو يدفع رواتب الموظفين. وطبعا والد اليف بينكر الكلام ده لكن محدش بيصدقه. وبالليل بيرجع والد اليف للبيت وبيقول لمراته ان هو اتفصل من شغله. وفي الوقت ده بنشوف الشلة كلهم متجمعين وغضبانين جدا من تصرف المدير. وتاني يوم اليف بتلاقي امها وابوها بيحضروا حاجتهم علشان مسافرين، فبتسألهم ايه اللي حصل، فبيقول لها ان هم مسافرين لفيينا خلال اسبوع. وتاني يوم في المدرسة المدير بيجمع الطلبة وبيفاجئهم وبيقول لهم ان الوجبات اللي كان بيجيبها لهم ينسوها خلاص، وكمان هيلغي صفوف الرسم والموسيقى وكل الانشطة الترفيهية. وبالنسبة لطلاب السنة الاخيرة فهيجوا للمدرسة بدري نص ساعة معادهم المعتاد، وبيكونوا كل الطلاب متضايقين من قراراته ما عدا كريم اللي بيكون ميت على نفسه من الضحك. وبالليل بيتصل كمال على برجو وبيقول لها ان هي وحشته جدا وان هو عاوز يرجع لها، فبرجو بتتحمس جدا وبتطلب منه يرجع بسرعة. فبيروح كمال يودع فريقه اللي كان بيدربه وبيرجع لبرجو وبيقضوا لحظات جميلة سوا. وبالليل بيرجع سنان للبيت المهجور بتاعه وبيقرر يموت نفسه، فبيشغل ولعته وبيحدفها على الارض والنار بتبدأ تمسك في المكان كله، ولكن بالصدفة بيكون كريم معدي وبيشوف الحريقة، فبيدخل بسرعة وبيتصدم لما بيلاقي سنان فاقد الوعي، فبياخده بسرعة وبيخرج بيه وبيفوقه وبيسأله كريم هو ليه عمل في نفسه كده. فبيقول له سنان وهو منهار ان عيلته تخلوا عنه وجده مات والكلب بتاعه كمان بيموت في المستشفى، وبيقول له هو منهار من العياط ان هو ما بقاش قادر يعيش في عالم بينتصر فيه ناس زي نجدت وبيخسر فيه ناس زي عيش. فكريم بينهار من العياط وبيقول له ان هو وعيلته مش هيسمحوا له ان هو يموت ابدا، وبيحضنه كريم وبيطلب منه اكتر من مره ان هو ما يموتش لان هو مش هيقدر يعيش من غيره. وفي الوقت الحاضر بنشوف عيش وكريم وهما بيفتكروا كل الكلام ده، وبتكون عيش منهاره من العياط فكريم بيحضنها،
وفجأة بيسمعوا صوت دوشة، فبيروحوا هما التلاتة يشوفوا فيه ايه، وبيلاقوا مركب جاي عليهم ونازل منها عثمان. وطبعا هما التلاتة ما بيصدقوش نفسهم من الفرحة. وبنرجع تاني للماضي وبنشوف إليف زعلانة جدا ان هي مسافرة النهاردة، فبتروح تقابل عثمان وبتحكي له على اللي حصل، وبتقول له ان هي مش عايزة تسافر وتسيبه. فبيقول لها ان هي لازم تسافر علشان تحقق حلمها وتبقى عازفة بيانو مشهورة. فبتطلب منه يوعدها ان هو هيدور عليها في فيينا ويلاقيها، فبيوعدها ان هو هيعمل كده. وبيودعوا بعض الاتنين للمرة الاخيرة. وبعدها بيكون وقت الامتحان التجريبي للطلاب، وبيتعمد نجدة ان هو يحط لهم امتحان صعب جدا علشان يلعب باعصابهم. وفي الوقت ده بيوصل كمال مع برجو للمدرسة علشان يبدأ شغل فيها من جديد. وتاني يوم بتظهر نتائج الامتحان وبتكون كلها سيئة، وواحد من الطلاب بيصاب بنوبة هلع وبيقع على الارض. فبيقف كريم على كرسي عالي علشان الطلاب يشوفوه، وبيقول لهم ان محدش فيهم يستحق اللي بيحصل له ده، وبيأمرهم يدمروا المدرسة بالكامل علشان يعاقبوا المدير على افعاله. وبالفعل الطلبة كلهم بينتشروا في المدرسة وبيبدأوا يدمروها بالكامل، لدرجة ان هما مش بيسيبوا اي حاجة سليمة. وبتكون برجو سعيدة جدا باللي بيحصل ده، وبيكون المدير مستخبي في مكتبه وخايف يخرج، ولكن كمال بيخرجه. وتاني يوم بتوصل عشق للمدرسة بعد ما نجدة تتفصل من منصبه وتحول للتحقيق، واول ما اصحابها بيشوفوها بيحضنوها على طول. وفي الوقت الحاضر بيسألوا عثمان لو قدر ان هو يلاقي إليف، فبيقول لهم ان هو سافر لفيينا اكتر من مرة ودور عليها في كل مكان لكنه ما لقاهاش. وفي نفس الوقت ده بنشوف سنان بعد ما بقى كاتب قصص وروايات، وبيكون قاعد مع المحررة بتاعته علشان تقول له رأيها في كتابه الجديد. فبيقول لها ان هو بيتكلم عن شلته القديمة وعن بيته اللي كانوا متعودين يتلموا فيه. فالمحررة بتقول له ان الكتاب ده عظيم جدا، وبتنصحه ان هو يروح يزور بيته القديم لان ده هيساعده ان هو يكتب روايات اكتر. وبالفعل سنان بيوصل لبيته القديم، واول ما اصحابه بيشوفوه بيفرحوا بيه جدا، وخصوصا عش. وبنعرف هنا ان عش وسنان اتجوزوا بعض وهم عندهم 23 سنة. وبنرجع للماضي وبنشوف الشلة كلها بتتجمع سوا، وبيقول لهم كريم ان سنان كان بيكذب عليهم وقاعد في بيت مهجور وكمان حاول الانتحار. وطبعا كل اصحابه بيتصدموا من اللي بيسمعوه، وبيلومون ان هو ما طلبش منهم المساعدة، فبيقول لهم ان هو مش مستني شفقة من حد. فعثمان بيقول ان صحوبيتهم دي بتأذيهم، فكريم بيقول لهم ان شلتهم دي لازم تفترق عن بعض لانهم بيأثروا بالسلب على بعض. وتاني يوم سنان بيطلب من كمال يساعده لان هو عاوز يشتري شقة، لكنه محتاج ولي امر علشان يوقع على اوراق الشقة. فبيقول له ان هو هيساعده لكن بشرطه هو انه يدخل الامتحان النهائي، فبيوافق. وبالفعل سنان بيشتري الشقة. وبتعدي الايام وبنشوف كل الطلاب وهم داخلين للامتحان النهائي، والامتحان ده هو اللي هيحدد لو هيدخلوا الجامعة ولا لا. ولما بيجي يوم النتيجة الشلة كلها بتتفاجئ ان هم نجحوا في الامتحان وان هم كلهم هيدخلوا للجامعة، وبيكونوا اهاليهم فخورين بيهم جدا. وفي الوقت الحاضر ايدا بتقول لعش ان هي بتحسدها لان قصة حبها الوحيدة نجحت، فبتقول لها عش ان هي عزمتهم كلهم على فرحها لكن محدش جه. وبالليل سنان بيقول للشلة ان برجو وكمال اتجوزوا، وحاليا برجو هي المديرة الجديدة للمدرسة، لكنها كانت عاوزة تسيب المدرسة لان هي بقت في سن التقاعد، ولكن الطلاب رفضوا لان هم بيحبوها جدا، فاضطرت ان هي تسمع كلامهم وتفضل في المدرسة. وبعدها عثمان بيوزع بندق على اصحابه، فبيفضلوا يضحكوا لان هو لسه مغيرش العادة دي من ساعة ما كان صغير. وبتطلب الشلة من عثمان ان هو يتصل على إليف ويطلب منها ان هي تيجي تزورهم، واول ما عثمان بيتصل بيها بترد عليه، فاصحابه بيفرحوا جدا علشانه. وبيخلص الموسم الثاني من المسلسل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك لقناة في المتشينو، ولو عاوز تتابع الملخصات الكوميدية ما تنساش تعمل متابعة لصفحة عبد عاطف، ونشوفكم الملخص اللي جاي، ويلا سلام.